السلام عليكم، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من الو مكملين صوت الناس. اذا باع الانسان ارضه ووطنه وعرضه وشرفه وكرامته يبقى له ايه؟ ايه اللي يفضل ليك بعد ما تبيع ارضك وتبيع ارادتك؟ ايه اللي يفضل ليك لما تعيش مهان، لما تسمح لكل من هب ودب انه يصول ويجول وياخد حته من ارضك؟ والارض عند المصريين وعند كل حر عرض. ايه اللي يفضل ليك؟ ايه اللي يفضل ليك لما الهاجع والناجع والنايم على صرصور ودنه واللي قام امبارح لقى عنده دولة وفلوس يجي ياخد ارضك ويتحكم فيك؟ ايه اللي يفضل ليك؟ اللي يفضل ليك انك عندك اسم، عندنا حضارة. فين الحضارة على الارض؟ فين مقياس الحضارة دي؟ فين سيادتك؟ فين ارادتك؟ فين الجيش اللي انت عمال تستعرضه اذا كان ما بيعملش حاجة؟ يا جماعة، الأمور مش بالعدد، الأمور مش بالمنظر، الأمور مش بإزاي بنعمل أو بنخرج الفيلم ونطلعه حلو. الأمور بإن إزاي الفئة القليلة المستضعفة تتمسك بأرضها، تحافظ على كرامتها، على وطنيتها ودينها. علشان كده ناس كتير على السوشيال ميديا دلوقتي بتقولك حط أغلب العرب في كفة وأهل غزة في كفة تانية، ومش كل أهل غزة. المخلصين هناك، المتمسكين بالأرض، المتمسكين بالكرامة والشرف. حط كل العرب في كفة وحطهم في كفة تانية وشوف كفة مين اللي هتربح وترجح. بعض الناس بتطلع تقولك غزة ما هي بقضيتي واشغلونا بفلسطين يا ريال وايش علينا بفلسطين. هو شايف كده ان غزة مش قضيته، وده صدقني بكرة لو قالوا له مش تبيع بلدك، قالوا له ناخد منك بيت أبوك عشان تفضل عايش، هيقول لهم اندوك هيكم اتفضلوا خدوها وسيبوني بس عايش. بينما ابن غزة 10 شهور وزيادة من القصف ولا زال صامد وصابر على أرضه. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيخلي للعالم عبر وعظات. مش كل الناس هتبقى كويسة، وطبعا مش كلها هتبقى أبطال، إنما بيبقى فيه رموز كده ويبقى فيه أمثلة بتضرب في الأرض حتى يتعلم منها العالم كيف تكون البطولة وكيف تكون الرجولة وكيف يتمسك الإنسان بأرضه. خد بالك إن اللي بيقولك غزة وفلسطين ما هي بقضيتي هو ده اللي كان لسه قبل 7 أكتوبر بيعايرهم ويقول لهم بعتم أرضكم وبلشتونا، وما عندوش مشكلة إن يطلع يقول له أنتم عيال مخيمات وانتم فيكم وعليكم. ولما تدور الدايرة ويضربوا المثل ويصمدوا ويصبروا ويقولوا للدنيا لا بعنا ولا أهلنا باعت، لا سبنا ولا أهلنا سابوا، وبنحمي شرفنا وأرضنا وشرف القدس الشريف اللي عند الناس كتير منهم القدس شرف المسلمين وهم بيزودوا عن حياض المسلمين، لما يلاقيهم كده يقول لك أصل إسماعيل هنية عنده 4 مليار في البنك. يا أخي ما عياله اللي قتلوهم قبل كده صحيوا تاني. يا أخي ده في خلافات دلوقتي ما بين قيادات حماس وبيقولوا إن عيال إسماعيل هنية خدوا 10 مليون مش عارف من فلوس حماس ومش عايزين يرجعوا. المهم عنده يشككك في أي حاجة، بينما أنت شايفه وهو بيبيع كل حاجة، بيبيع مبادئه قبلها دينه. ما عندوش مشكلة يبيع أرضه، ممكن يبيع أرضه وفوقهم، ما عندوش مشاكل. بس هو عامل زي المثل المصري اللي بيقولك إن العيبة تبليك واللي فيها تجيبه فيك. ده حال ناس كتير جدا دلوقتي من أهل العرب مع فلسطين، بالرغم من الصمود الواضح وإن الناس بتقدم بتضحي بشكل غير مسبوق علشان أرضها، ولكن برضه يفضل يشككك فيهم. بالمناسبة مش كلهم عرب، في طبعا ناس منهم اللي هم الكتيبة 8200، الكتيبة الإسرائيلية اللي مهمتها تشيع الأخبار دي، حسابات منتشرة على السوشيال ميديا، هتلاقيهم منتشرين قوي على منصة إكس زي ما قلت لك قبل كده، بس للأسف في منهم أبواق عربية بتتبرع وبتشتغل من غير حتى ما تاخد فلوس من 8200، وفي ناس بتاخد فلوس كتاب. هتلاقي مثلا واحد من الجزائر، جزائر يا أخي، جزائر بلد مش المليون شهيد، ده في روايات تاريخية بتقولك الجزائر قدمت أكتر من 3 مليون شهيد
على طول 142 سنه من الاحتلال الفرنسي، ولكن هيطلع واحد راسه مربعه وشكله جزائري ولسانه جزائري والكلام بتاعه كلام الكتيبه 8200 زي ما قلت لحضرتك قبل كده. الواقع بيقول ان المتمسك بارضه وبيضرب بيها المثل وبيضرب بيه المثل في الصمود هو ابن غزه، هو الفلسطيني ايا كان منين اصله. اصل غزه دي فيها ابن اللد وابن الرمله وابن المجدل وابن عسقلان وابن اسدود ويافا وحيفا وعكا، كل فلسطين زيه زي اخوه هناك اللي في الضفه ومتمسك ببقائه في الارض، زيه زي ابن القدس اللي بيدافع حتى بوجوده صامدا صابرا محتسبا على ارض القدس الشريف، بيدافع عن كل اهل المسلمين، عن كل ديار المسلمين، عن كل مسلم، لان القدس زي ما قلت لك شرفك كمسلم وده المتعارف عليه. نسيب ده كله وتعالوا نرجع لمصر، لان الموضوع النهارده ليه علاقه بالارض والشرف والكرامه والاستقلال الوطني. عبد الفتاح السيسي باع من ارض مصر زي ما حدش قبل كده باع. اوعى بقى يقول ولا مبارك باع زيه ولا مرسي باع اصلا، ولا ما فيش حد باع زي عبد الفتاح السيسي. بنيجي احنا ايه بقى؟ ولا حاجه. افهم زي ما قلت لك امبارح يبيع وياخد من الغني عشان يدي الفقير، انما احنا عندنا ما فيش كده. عندنا هتلاقي الحكومه المسؤوله عن البلد كلها بما فيها الفقراء بترفع طلباتها للتمويل في السنه دي. بص معايا الرقم، هتلاقي رقم يخوف والله. الحكومه بترفع طلبات تمويلها ل 22 وربع مليار جنيه في اسبوع. اسبوع واحد الحكومه عايزه فيه كام؟ اكتر من 20 مليار جنيه. اعرف السبب، تعالى بسرعه نخش التفاصيل ونعرف السبب. يا ترى عايزين ده ليه؟ ارتفعت جملة طلبات التمويل الحكومية خلال الأسبوع الجاري علشان تبقى أكتر من 20 مليار جنيه لتلبية طلبات الخزانة العامة. وكشفت تقارير صادرة عن إدارة الدين العام بوزارة المالية عن التنسيق بين المؤسسات المالية والبنوك للحصول على التمويلات للوفاء بالتعهدات الحكومية. وفقا للتقرير فإن إجمالي طلبات التمويل المخططة الأسبوع ده هتبقى أكثر من 131 مليار جنيه، وهيتم الحصول عليها في صورة أدوات دين من أذون وسندات خزان. الحكومة استهدفت الأسبوع اللي فات 110 مليار. أنت واخد بالك؟ إحنا كل أسبوع عندنا أذون خزانة. ودي يا سيدي الفاضل علامة كده للفشل الاقتصادي والحاجة واللعوزة وسوء إدارة الأموال في الدولة المصرية. البنك المركزي بيطرح أذون خزانة محلية بقيمة 60 مليار جنيه. الخبر اللي قدام حضرتك اهو بيقول لنا ان لسه الديون شغالة ومستمر. بس كده لا، ده المصرية للاتصالات، والمفروض ان المصرية للاتصالات دي شركة بتكسب لان الناس ما بتبطلش كلام وما بيبطلوش استخدام انترنت ولا بعت رسائل والباقة ومش الباقة. المصرية للاتصالات بجلالة قدرها عايزة تقترض 150 مليون دولار علشان تعيد هيكلة ديونها وتطول أجلها. يعني إيه؟ يعني هي عليها ديون عايزة تسد بعض الديون اللي عليها فمعهاش فلوس، فتروح تقترض، وبعد ما تقترض تسد جزء من الديون اللي عليها، والديون الجديدة دي يبقى هتتسد بعد إيه؟ لسه 3-4 سنين كمان، فتبقى طولت أجل سداد ديونها. طيب هو ده بيحصل في العالم؟ مش هقول لك لأ، بيحصل بقدر ما. بقدر ما بيحصل، بس ما بيبقاش هو السمة الرئيسية، ما بيبقاش هو الصفة الرئيسية، ما بيبقاش هو التصرف الاقتصادي الرئيسي في الدولة، إنه كل ما تتزنق تاخد قروض. وده مش كلامي، ده كلام الخبير الاقتصادي أو خبراء كتير منهم مثل معايا النهاردة محي الدين اللي بيقول لك اهو قدامك على العربية. محي الدين للعربية: لا يجب أن تعتمد مصر في التمويل على الاقتراض، لا يجب أن تعتمد مصر في التمويل على الاقتراض، لأن القرض مش هيحل مشكلة. القرض مش هيحل مشكلة، القرض زي المسكن زي ما قلت لك من زمان، تاخد مسكن تحس إنك كويس، تقوم تنتكس تقع وما تقدرش تقوم مرة تانية.
طيب ايه الازمه اللي في البلد؟ الازمه اللي في البلد ان ديوننا وصلت 101%، وده خبر ممكن تشوفوه لنا يا جماعه. ديوننا يعني زي ما قالت نقلته امبارح رصد ومزيد والعربيه ومصادر كتير جدا، ديوننا بقت 101% من انتاجنا المحلي. فاحنا كده دوله فاشله. ليه؟ لان ما عندناش القدره ان احنا نسد الديون، فبنعمل ايه؟ فبنبيع الاصول. طيب انت عارف ان على سبيل المثال للحصر القروض الداخليه بس، القروض الداخليه مش اللي احنا بناخدها من بره، بقت 300% من الناتج المحلي الاجمالي. 300%، وده خبر على جريده فيتو يا جماعه اهو. القروض الداخليه لمصر تجاوزت 300% من الناتج المحلي الاجمالي. طيب احنا عندنا القدره ان احنا يكون عندنا مصادر نسدد بيها الديون اللي علينا؟ لا. هتقول لي ايه يا عم ده؟ يعني ايه لا؟ مين قال كده؟ وانت جبت الكلام ده منين؟ هقول لك، ما انت لو عندك القدره عشان تسد ديونك كان ببساطه ما تروحش تبيع الاصول. ببساطه جدا ما تروحش تبيع اصولك. لو انت قادر تسد ديونك هيبقى عندك تصنيع وتصدير بيجيب لك عمله صعبه فبتسد القروض اللي عليك، انما انت ما عندكش ده كله. فبتعمل ايه؟ بتقعد تدين اكتر وتبيع اكتر. ادي نسبه ديون بتقول لك هذا الوجه الكلح وصل نسبه الدين العام في مصر 101% من الناتج المحلي الاجمالي. دوله فاشله. وهنا عشان الناس اللي هتستلقف وتقول لك ما في دول عليها، ايوه صحيح في دول عليها ديون بس عندها القدره انها تسد. احنا ما عندناش القدره ان احنا نسد، عشان كده بنبيع اصولنا. طيب مين اشترى مننا اصول بالهبل على قولت الناس في الشارع؟ الامارات. وقتها الامارات كانت بتاخد كل حاجه هي عايزاها. عايزه راس الحكمه نبيع، عايزه مستشفيات فاخره وقديمه في مصر وحاجات في القطاع الصحي نبيع، عايزه مجمعات ونبيع، كل حاجه بتتباع للامارات زي ما هي عايزه. ده زعل مين؟ زعل السعوديه. ليه؟ لان السعوديه ما خدتش من التورته زي ما كانت عايزه. السعوديه كانت متخيله انها هتاخد زي ما الامارات بتاخد. لان لو حضرتك مش واخد بالك اقول عزيزي المواطن ان في تنافس بين السعوديه والامارات دلوقتي. هم عاملين انهم بيحبوا بعض كقيادات يعني، وهم ما بيطيقوش بعض. عايزين يبقى عندهم الهيمنه، كل دوله منهم بتحاول تهيمن وتقول انا الكبيره. ليه؟ لان الكبير نايم بعافيه. لان الكبير على راسه لا مؤاخذه خاين عميل، عويل شبه الرجاله بس مالوش فيها. علشان كده البلد لما نامت كل اللي حواليك بيحاولوا يكبروا بفلوسهم، بعلاقاتهم مع اسرائيل، بعلاقاتهم مع امريكا، ايا كان. دلوقتي السعوديه جت دور انها يتفتح لها الباب ويتفتح لها البلد علشان تنقي وتاخد اللي هي عايزاه. ده عشان السيسي حب السعوديه فجاه؟ لا، علشان السيسي عايز فلوس اكتر القرار انه يبيع اكتر. فالامارات اشترت الحاجات اللي هي عايزاها، خلاص مش عايزه حاجات دلوقتي، بتفكر هتاخد ايه تاني. والسعوديه عندها هوى، عايزه تدخل وتشيل من الجثه، من التركه، من الناس اللي لا حول ليهم ولا قوه، لان اللي على راس بلدهم فقرهم وبيبيع في عفش البيت وبيبيع في ارض الايه؟ في ارض البلد. مع انضمام السعوديه ايه اللي هيحصل بقى يا جماعه؟ السعوديه دلوقتي بتقول لك ليا قروض عندكم، احنا القروض دي هنحولها لاستثمارات. زي ما مين عملها قبل كده؟ زي ما الامارات عملتها قبل كده، قالت لينا قروض عندكم، هنشتري منكم راس الحكمه ب 23، خدوا 10 من اللي عندكم نديكوا 13. ادي المصري اليوم اهي بتقول لك. مع انضمام السعوديه تحويل الودائع العربيه لاستثمارات يخفض الدين ويعظم قيمه الجنيه، وده كلام فاضي. ليه كلام فاضي؟ لان احنا جربنا قبل كده، خدنا بعنا راس الحكمه، السيسي باع راس الحكمه، والامارات سابت بعض القروض اللي علينا حوالي 10 مليار تقريبا، وخد كمان فوقهم 13 مليار ولا حاجه زي كده، سابت 5 مليار وخد الباقي من 23 مليار، والسوق ما تحسنش. حاول يسيطر على الدولار قدام الجنيه بس الاسعار بتغلى على حضرتك.
والدولار راجع يزيد، والذهب راجع يزيد، والعيش والعيشة والحياة وكل الخدمات راجعة تزيد. يبقى احنا بنتكلم في ايه؟ في ولا حاجة. مصر اليوم بتضحك على حضرتك مش اكتر من كده. الامارات عملتها قبل كده وما استفدناش، استفاد السيسي، والسعودية هتعملها دلوقتي، وانا بقول لك من دلوقتي مش هنستفيد حاجة. السعودية ناوية تحول حوالي 10 مليار و3 من عشرة من قيمة الودائع السعودية في مصر، ناوية تحولها لاستثمارات في البلد زي ما جريدة المال بتقول لنا، حوالي 10 مليار و3 من عشرة زي ما قلت لحضرتك. هنا السعودية داخلة وعينها على حاجات بقى ايه؟ تقيلة. الإمارات خدت حاجات كتير كان السعودية عينها عليها. فالسعوديين قال لك ايه رأيك تبيع لنا جزء أو حصة من شركة الكهرباء؟ ايه رأيك؟ السعودية بتفكر تشتري شركة كهرباء مصر اللي هي شركة مملوكة للدولة. وده مش كلامي اهو، اسمع معايا اتفضل. هل تبيع مصر حصة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى الصندوق السيادي السعودي؟ حصل بالفعل إن تم فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة للكهرباء نهاية السنة اللي فاتت. ليه؟ ده تمهيدا للبيع. تمهيدا للبيع. التفاصيل بتقول لك كشفت مصادر إعلامية إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس الاستثمار في الشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، إحدى الشركات التابعة للقابضة للكهرباء. يأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة في الوقت الحالي على فصل الشركة عن القابضة للكهرباء، وسيتم الاتفاق على التفاصيل النهائية الخاصة بالحصة والقيمة فور إنهاء عملية الفصل المتوقع لها الربع الأخير من العام الجاري. يبقى السنة دي، آخر السنة دي هيتم فصل الشركتين، وبعدين تدخل السعودية تشيل. سؤال يا عزيز المواطن، ليه السعودية ما بتشتريش شركة الكهرباء في لبنان، في العراق، في ليبيا، في الجزائر؟ أولا لأن الدول دي بتحترم نفسها وما بتبيعش شركات كهربتها لحد. ثانيا وده الأهم والأكثر خطورة، إن القصة ساعات ما بيكونش المفروض منها أو المطلوب منها أو المنتظر منها الربح المادي، بيكون المنتظر منها التحكم، إنك تكون بتتحكم في حاجة مهمة في حياة المصريين، ولا وهي الكهرباء. تخيل مثلا إن شركة توزيع الكهرباء دي مع السعوديين بقى بيننا وبينهم مشاكل، إيه اللي يمنعه إنه يقطع الكهرباء مثلا؟ ده تصور ساذج بس مش ممكن يحصل، ممكن يحصل. تعال نعرف القصة الكاملة لفصل المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة للكهرباء، ودي قصة بتحصل دلوقتي وهتتم على آخر السنة استعدادا لبيع الشركة المصرية لنقل الكهرباء. شوف يا سيدي، في 2015 كانت المرحلة الأولى بإصدار القانون. عبد الفتاح السيسي أصدر قانون رقم 87 لسنة 2015 ينظم فيه أنشطة الكهرباء، وكان الهدف فصل المصرية لنقل الكهرباء وتحويلها إلى شركة قابضة تابعة لوزارة الكهرباء. المرحلة الثانية كانت بنهاية 2016، كانت بالتعاقد مع استشاري. وزارة الكهرباء اتعاقدت مع المكتب الاستشاري العالمي EPSI الايرلندي لدراسة اجراءات الفصل. المرحلة الثالثة دي كانت في 2021، تم تعديل القانون وتأجيل الفصل. مجلس النواب وافق على تعديلات بتأجل فصل المصرية لنقل الكهرباء حتى 25، والسبب لرفع الدعم الكامل عن الكهرباء. الرابعة اللي هي الفصل هتتم امتى؟ نهاية السنة دي زي ما الأنباء بتقول لنا، ان الشركة المصرية لنقل الكهرباء هيتم فصلها عن الشركة القابضة للكهرباء من نهاية العام الحالي. بس انا عايزك هنا تركزي على الجملة دي اللي هي ايه؟ ليه اجلوا الفصل سنة؟ لانهم ناويين يعملوا الفصل ده بعد ما يرفعوا الدعم كاملا عن الكهرباء بحلول 2015، عشان لما يجي السعودي يشتري يتعامل معاك على السعر العالمي. ليه؟ لان دولتك وحكومتك باعتك لمستثمر وبتقول لك منك ليه. طب المستثمر جاي علشان يستثمر ويخلي الخدمه جيده ويحسنها علشان سواد عيون حضرتك، ولا علشان عايز يكسب؟ اكيد علشان عايز يكسب.
هيغلي عليك، هيقدم لك خدمة، هيقدم لك خدمة، بس في المقابل مفيش دعم كهرباء، والفاتورة هتدفعها يعني هتدفعها، ولو ما دفعتش هتتقطع عنك الكهرباء، وهتبقى قدام يعني حالة من التغول، يا إما يبقى معاك فلوس فتاكل وتعيش، يا إما ما معاكش فلوس وتبقى عرضة إنك تتعامل مع شركات من دول تانية ملهاش علاقة بقى الدولة بقى اللي المفروض تراعيك وتطبطب عليك. هتقولي هي الدولة دورها كده؟ أو والله الدولة دورها كده، الدول دورها إنها تراعي المواطنين اللي على قد حالهم. بالمناسبة، هل اتجاه السعودية للاستثمار في القطاعات الأصولية هيفيدنا؟ الأصولية يعني إيه؟ الأصول المهمة في الدولة زي الكهرباء، حاجة المفروض تقدمها الدولة يعني. دي حاجة كويسة لينا. بيرد عليك الخبير الاقتصادي هاني توفيق، بيكتب على حسابه على الفيسبوك وبيعرف حضرتك التفاصيل. بيقول لك اتجاه السعودية بعد الإمارات بتحويل ودائعها للجنيه أو بشراء حصص في استثمارات قائمة وفنادق الدولة الرابحة أمر قد يبدو طيبا على المدى القصير لتوفير سيولة دولارية، ولكنه بالقطع ذو أثر اقتصادي سلبي على المدى الطويل. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني حالا الموضوع ده مفيد. مفيد لمين؟ للسيسي. ليه؟ عشان هياخد شوية فلوس يدفع من الديون اللي عليه، إنما على المدى البعيد بيضر الاقتصاد المصري. لأن ليه بيضر الاقتصاد المصري؟ هو أنت لما تبيع أصولك إيه اللي هيفضل لك؟ لما بعت بيتك ومستشفى بتاعتك وهتبيع بكرة المدرسة وبتبيع شركة الكهرباء وشركة المية وإيه اللي فاضل؟ وبعت القطر وبعت النيل إيه اللي فاضل لك؟ ده سؤال من حقك كمواطن مصري تسأله، لأن بيسأله برضه مدحت نافع، ومدحت نافع خبير اقتصادي بيسأل السؤال ده على حسابه على الفيسبوك أهو. بيقول لك ما يجب أن نفكر فيه الآن ونحن نعرض أصولنا للبيع أو المشاركة هو سؤال محدد. ما الذي نملكه غير الأرض والسوق والعمالة محدودة المهارة؟ لأن حزمة الشراكة لن تكون في صالحنا إذا كان التمويل والتكنولوجيا ومهارات الإدارة والتسويق الخارجي يأتي حصرا من العربي أو الأجنبي. لابد من تعزيز قدرتنا في المجالات المذكورة حتى لا تبخس أصولنا ولا تتحول منتجاتنا الضرورية إلى صاحب قرار من الخارج. ليه؟ لأننا مش مالكين في إيدينا، والحاجات الأساسية في حياتنا بقت في إيد أي طال عمره بقى، وطال عمره ممكن يبيعها الكوين عادي. يبقى أنت عندك الكهرباء بتحكم فيها حد مش مصري، والمية بتحكم فيها حد مش مصري، والقطر مشترياه الشركة اللي مش عارف مالها، والمستشفى واخدها واحد حق امتياز يعني واخدها 20-30 سنة، وبكرة نبيع المدرسة. طب احنا عندنا ايه بقى تاني؟ ايه اللي فاضل عندنا؟ يا راجل ده احنا وصلنا لمرحلة ان العرب الجديد مثلا عملت عنوان افتتاحيتها اصول مصر، من يشتري اكثر؟ مين يشتري اكتر من التاني؟ فتح المزاد، مين يجي يشتري؟ فتح المزاد، وما تنساش ان المزاد مفتوح علشان الناس تيجي تشتري، والناس اللطيفة اللي قاعدة في البرلمان الجديد في العاصمة الإدارية الفاضية توافق وتسقف وتقول هي الحمد لله عملنا عاصمة جديدة يا جماعة، شوف الجمال والروعة، شوف المبنى حلو ازاي، وانت قاعد تبيع أصولك. وده زي ما المثل القديم اللي مش حازها أقوله لك، اللي بيقول لك ايه؟ ملقوش العيش يتعشوه، جابوا قرد ينططوه. والله بيع، المهم انك بعت. طب يا جماعة وبعد ما بعنا فضلنا ايه؟ خلاص خدنا الفلوس وصرفناها. طب والارض راحت؟ المية والكهرباء راح؟ طب راحوا، ايه اللي فاضل لنا؟ ايه؟ الديون وبوز الاخص ده. طيب تعال نروح نبص على صندوق مصر السيادي. من 3 ايام الشرق بلومبرج قالت لنا ان ايمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي استقال او اقيل، زي ما انت شايف كده. استقالة ايمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، مسؤول الشرق، قال ان مشروع قانون امام مجلس الدولة نقل لتبعية الصندوق لرسم مش عارف ايه. المهم ايمن سليمان ده راجل عنده كلام كتير، وراجل عنده تفاصيل كتير في الأصول المصرية اللي بتتباعها. تمام؟ أيمن سليمان الراجل الثالث
في صندوق مصر السيادي استقال أم أقيل؟ والمصلحة مين بيخلى الموقع ده دلوقتي من الراجل الثالث من أيمن سليمان؟ تعال نعرف مع بعض ونشوف التفاصيل. أيمن سليمان هو الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، واللي قيل أنه تقدم باستقالته بعد حوالي 5 سنين في المنصب. استقالته جد قبل التعديل الوزاري اللي شهد خروج هالة السعيد وزيرة التخطيط السابقة. الصندوق السيادي بيدير أصول بقيمة 12 مليار دولار، وبيعتبر صندوق غير شفاف. ده وفقا لخبراء قالوا ان ده صندوق غير شفاف، مش عارفين في فلوس ايه ومنين ازاي بتروح فين، محدش عارف. الصندوق ده بيديره عبد الفتاح السيسي ومجموعة من المحاسيب والقلاضيش. معلومات، تعال اقول لك شوية معلومات عن الصندوق السيادي ده عشان تبقى معايا في الصورة. الصندوق ده اتأسس في شهر فبراير، شهر 2/2019، وبيتفرع منه 5 صناديق فرعية. تم منح الصندوق امتيازات واسعة، وتم تحصينه من الطعون القانونية. معلومات عن الصندوق والمناقصات وقيمة البيع الحقيقية سرية للغاية، محدش بيعرفها غير السيسي والقلاضيش اللي حواليه. ايه بقى أسباب الاستقالة؟ تعال نشوف. أولا الصفقات المشبوهة، لأن أيمن سليمان وهالة السعيد أشرفوا على عشرات الصفقات المثيرة للجدل، وربما يكون ده المحرك لتغيير الوجوه علشان ما يتمش الكشف عن معلومات حساسة في المستقبل. بيعرفها مين؟ أيمن سليمان وهالة السعيد. 2. ضغوط صندوق النقد الدولي لتسريع بيع الأصول العامة، ربما لم يتم التوافق عليها بين أعضاء الصندوق السيادي. 3. وده المهم بقى، الدور الإماراتي. محلل الاقتصادي المصري المقيم في كندا الدكتور مصطفى يوسف قال إيه؟ قال بأن الإمارات هي أكبر الدول المستحوذة على الأصول المصرية، وربما تعاظم دورها داخل صناعة القرار المصري، وبإمكانها تغيير الوجوه داخل النظام المصري. يعني أيمن سليمان شالوه الإماراتيين. توقعات المستقبلية بقى لصندوق مصر السيادي، هيبقى فيه تسريع الطروحات. النظام بيسعى لتسريع بيع الأصول العامة بأقل من تمنها، والسؤال هنا ليه؟ أنت عايز تبيع الأصول، طب عايز تبيعها أقل من تمنها ليه؟ ليه؟ خد بالك الراجل ده أيمن سليمان عنده أسرار كتير، والكل بيتمنى أنه يتكلم عشان مصلحة البلد مش عشان أي حاجة تانية. عندك راجل الأعمال المصري أمين سعد أهو كتب على حسابه على الفيسبوك تعليقا على استقالة أو إقالة أيمن سليمان، قال إيه؟ سرقوا الصندوق يا أيمن، لكن مفتاحه معاك. ليه؟ لأنه عارف وفاهم وشايف وعنده كتير مش من اللي بيتقال. طيب تعال نشوف البلد اللي ماشية بالقروض، وإحنا قلنا واتفقنا من البداية إن القروض دي ما بتمشيش دولة، خاصة لما تبقى دولة كبيرة زي مصر فيها 110 مليون يعني. مين أكتر وزير مجرم وعنده تصريح أو عنده زي ما بيقولوا كده كارت بلانش، يعني السيسي قال له اسحب يا باشا زي ما أنت عايز؟ طبعا أنتوا عارفين كامل الوزير. كامل الوزير فاسد وحرامي وحد ملوش فيها، ومشيها كده بالجدعنة وبالفهلوة، وفي الآخر كل حاجة بيعملها بتفشل. قال لك قبل كده عمل القطر وجم القطر السريع مش عارف، وباعه قبل ما حتى نسد ثمنه. وشفت الطرق من كام يوم، وقبل كده الطرق اللي بينزل عشرة مية تروح. كل ده من اللحم الحي، كل ده من دم المصريين وفلوسهم. فعلشان انت يفضل مهيئ لك ان كامل الوزير ده فرخة بكشك، وان هو حد ناجح جدا علشان كده مستهدف، يطلع بقى القطيع اللي بيعوي كل شوية النباح. اديه هوا وهوا احمد موسى ينبح وهؤلاء الناس اللي ما عندهمش غير النباح. فيطلع مثلا واحد زي اديه كده يقول لك ايه؟ كامل الوزير قاهر الاخوان الاول، والحمله عليه مستهدفه. ليه؟ عشان يحاول يقنع حضرتك ان كامل الوزير ده ناجح، ومن قمه نجاحه ومن شغله الجامد جدا، وعشان هو ناجح قوي مستهدف. عزيز المواطن، انت شايف اي حاجة نجح فيها كامل الوزير؟
كامل الوزير ده واخد على عادات العرب اللي ما فيهاش رجاله. عادات العرب دي عادات رجاله. كامل الوزير بيعمل عادات عرب من غير رجاله. علشان ايه؟ عشان يفكر ان هو الراجل الوحيد اللي موجود فيها يعني، لانه ما يعرفش يقعد في قعده عرب فيها رجاله. ايه المشروع اللي عمله كامل الوزير ونجح؟ عزيز المواطن قول لي كده. ايه المشروع اللي عمله لك كامل الوزير ونجح؟ ايه المشروع اللي عمله كامل الوزير وجاب خير للبلد؟ اذا كانت وزاره النقل بتخسر من اول ما مسكها ولسه السنه الجايه حاطين في الموازنه العامه انها لسه هتخسر بالرغم من كل الفلوس اللي خدها ومن كل القروض اللي جابها. اصل قطر التلج، طيب يا باشا ما بيجيبش فلوس ليه؟ اصل التطوير حطيتوا ايديكم في جيوب الناس، وصلتوا تذكره المترو ل 20 و23 وب 17 و20 ولسه بيخسر. طب اصدقكم ازاي؟ ما هو اصل اسهل حاجه ان تجيب واحد تقول له روح استلف لي من فلان، اصل انا ناوي ابيض البيت، وتستلف وتبيض البيت والبيض يقع بعد كده وما استفدناش حاجه. كل اللي فضل علينا هو الدين اللي هنديه لجارنا اللي استلفنا منه، وممكن يبقى راجل ضلالي وايه يقول لك بالفوايد كمان. استفدنا ايه من كامل الوزير؟ كامل الوزير هو مخلب السيسي للحصول على قروض ويعني افساد الدوله دي وافساد قطاعات مهمه فيها زي وزاره النقل ووزاره الصناعه. لان بتعمل واحده هاهطل. فاكرين لما طلع قال لك ايه؟ مش عارف قعدت مع رئيس شركه مين؟ شركه عالميه كبيره بقى، وقال له السيسي ده خلى كلمه امبوسيبل لاي بوسيبل، وعايزين يقنعونا ان اي بول ده مفيش كلمه في الانجليزي اسمها اي بوسيبل على فكره. يعني هو قال لك بقى طالما امبوسيبل يعني مستحيل يبقى اي بوسيبل يعني انا استطيع. عارف انت اللي هو العبقريه، والمفروض ان ده مهندس، والمفروض انه خريج هندسه او فنيه عسكريه، بس ما علينا. كلهم كده بصمجيه ولا ليهم فيها. يعني لو انا ما عنديش الفيديو بتاع اي بوسيبل ده، بس انا عندي فيديو تاني مش اقل فضيحه يعني. لما قال لك احنا هنطلع الدولار ونخليه ب 10 جنيه. خمس الخمسين، على قولة المخرج، قال لي طب ما تيجي احنا كمان نجيب طبعه الوان ونصنع الدولار. موضوع بسيط قوي يا جماعه. هاتوا لنا طبعه الوان واصنعوا الدولار. اي كلام بيتقال هرتله. عارف انت فض مجالس. حكومه السيسي وعلى راسها كامل الوزير ناجحين في فض المجالس. قول كلمتين للناس اضحك عليهم والسلام. زي ما قلت لك قبل كده، ورينا يا سيدي. انجليزيه كامل الوزير تثير سخريه المصريين على مواقع التواصل. ليه؟ لما قال لك ايه؟ اي بوسيبل. يا سلام. اي بوسيبل. طيب ما بين ده حال الدوله وحال الحكومه والفساد اللي حاصل والخراب المستعجل اللي احنا عايشين فيه، اخبارنا احنا ايه؟ اخبار اسعار المنتجات اللي حضرتك بتستخدمها، سواء ما منتجات غذائيه، سواء دولار، سواء ذهب. تعال نشوف مع بعض ونبدأ بأسعار الحاجات اللي بتهم الناس كلها، الأكل. مؤسسة فيتش سوليوشنز بتتوقع أن إنفاق الأسر المصرية على الغذاء هيزيد. ليه؟ لأن المواد الغذائية بتزيد، فحضرتك هتصرف 35% على الأكل العام الجاري، 32% نسبة النمو المتوقع لقطاع الملابس والأحذية. كل حاجة هتغلى على حضرتك. وزارة التموين بتصدر قرار بوقف صرف السكر الحر على بطاقة التموين، وبتكتفي بصرف الكمية الأساسية المحددة لكل بطاقة، مفيش سكر حر تاني. ده هيعمل لحضرتك مشكلة زي ما أنت عارف، وده معناه إن عندنا مشكلة في السكر زي ما حضرتك فاهم وعارف. طيب زيادة 100 جنيه على الكيلو، ارتفاع جديد في أسعار الشبت والبقدونس والكزبره. هتقول لي يعني هي جت على الشبت والبقدونس والكزبره؟ هقول لك ما هي حاجات من الحاجات اللي الناس بتستعملها وهي عماله تزيد، وكل ما تزيد تزيد اعباء المواطنين. وربنا يعين الناس. ربنا يعين الناس والله. ليه؟ لان الناس مش قادره. يعني انا ما بكلمكش في لحمه ولا بكلمك في رفاهيه، انا بكلمك في الخضروات. علشان كده هتلاقي الناس بتقول جاي زي المواطن ده اللي بينتقد ارتفاع اسعار الخضروات بشكل مبالغ فيه في مصر. هو انا مش عارف ان دول ازاي ربط، يعني ازاي رابطه اصلا؟ ازاي الرابطه بقت عامله كده؟ بس ما علينا.
فيتو بتقول لك أسعار الخضروات اليوم النهاردة ارتفعت، الطماطم والبصل في سوق العبور. طيب ادي طماطم وبصل، من شويه كان شبت وبقدونس وكزبره. طيب ايه كمان يا جماعه بيزيد؟ ارتفاع في اسعار البيض. بما عايزين تاكلوا ما فيش لحمه فتجيبوا بيض بقى للعيال عشان البروتين وكده. طب ارتفاع في اسعار البيض. طب ليه البيض بيزيد يا جماعه خير؟ ايه اللي حصل؟ اهو قال لك سعر طبق البيض الابيض في المزرعه ب 165 وفي السوق من 168 ل 170، وسعر طبق البيض الاحمر 166 وبيوصل للمستهلك ب 172، البيض البلدي 135 وبيوصل لحضرتك ب 150 155، 10 جنيه زياده. ايه اللي حصل؟ طيب بلاش دي، ناكل سمك. فيقول لك اسعار السمك، سمك البرتي البلطي ارتفع مره واحده 6 جنيه في سوق العبور. لا اله الا الله، خير يا جماعه؟ ما انتوا بتبيعوا في البلد والدنيا المفروض في فلوس. طيب حد هيقول لك بقى، واحنا يا عم بص احنا همنا مش على بطننا، واحنا نجوع عشان نبني البلد دي، زي ما السيسي كل شويه يقول لك احنا نجوع نجوع نجوع. طيب ممكن الناس تتعب، ممكن الناس تمرض. اسعار الدواء النهارده ايه؟ شرق بلومبرج بتقول لك بين شح وغلاء، بين الشح والغلاء ازمه الدواء بتؤرق المصريين مع وعود حكوميه بانها عندنا ازمه دواء، عندنا ازمه دواء. في أدوية في مصر مش موجودة، شفت فيديوهات لمواطنين مصريين على التيك توك والسوشيال ميديا بيقولوا لنا الدواء هو موجود في السعودية وبخمسة ريال يا جماعة. يبقى الدواء المصري موجود بس بيتصدر علشان يجيب دولارات للسيسي. رصيد بعض الصيدليات في مصر صفر من الأنسولين. هل تعلم؟ هل تعلم يا عزيز المواطن ان في بعض الصيدليات ما عندهاش ولا ملي جرام انسولين واحد؟ وده عامل ازمه كبيره جدا وبيهدد ملايين الارواح في مصر. كل ده ليه؟ كل ده علشان عايزين يعلوا اسعار الادويه، زي ما العربيه السعوديه بتقول لك كده. شعبه الادويه في مصر، مصر رفعت اسعار 1600 دواء خلال 15 شهر، ولسه هيزودوا 600 دواء في الربع الاخير من 2024، يعني الاربع اشهر اللي فاضلين دول هيزودوا فيهم 600 دواء، 600 دواء هيزيد سعرهم، ضيفهم على 1500 دواء زاد سعرهم في بالفعل في السنه اللي فاتت، يبقى عندك دلوقتي 2100 نوع دواء وصنف دواء زاد ثمنه. فين الدواء بتاعك؟ انت ما بتصنعش؟ لا انت بتصنع، ولكن انت بتصدر الدواء عشان يجيب دولارات السيسي يسد بيها ديون. ده مش كلامي، ده المواطنين هم اللي شايفينه ورصدوه بنفسهم. عايز تلاقي المنتجات المصرية هتلاقيها بره مصر، زي ما السيدة المواطنة المحترمة قالت لك كده بالظبط. ايه تاني بيزيد في البلد؟ تعال نشوف. 80 جنيه زيادة في سعر الجنيه الذهب في محلات الصغر النهاردة. لو انت من الناس اللي يعني تعدت مشكلة الدواء والأكل والكلام ده كله، فعندك 80 جنيه زيادة في سعر الجنيه الذهب النهاردة في الصغر. الحكومة بترفع عمولة الكهرباء من حصيلة رسوم النظافة. شوف معايا، الحكومة بترفع عمولة الكهرباء من حصيلة رسوم النظافة وبقت 7%. اي نعم حضرتك عارف ان مفيش حد بينظف ولا حاجه، بس الحكومه شافت انها لازم ترفع دمغه او ترفع القيمه اللي بتاخدها على النظافه زي ما حضرتك شايف. تعال اسمع من المواطنين اللي بيشتكوا اصلا من قيمه فاتوره الكهرباء. يعني واحد قال لك انا ما كنتش في البيت، انا ما كنتش في بيتي لمده 10 ايام وجيت لقيت الكهرباء برضو جايه عليا زياده، زي ما هتسمع منه كده. طيب سيب ده كله. هل بقى حضرتك لما بتتعامل مع الدولة اللي هي ما بتسيبلكش حاجة، لما بتروح مستشفى ولا لما بتروح أي مؤسسة تابعة للدولة أو للحكومة بيخدموك فيها؟ لا يا سيد الفاضل، أنت هتدفع اللي عليك وبزيادة ورجلك فوق رقبتك زي ما الحكومة بتقولك، ولما تروح علشان تاخد حقك من عندهم لا مش هتلاقي لك حق،
وممكن تموت جدا لو انت رايح المستشفى مثلا وحد انساك في الترولي واتقفل عليك باب الايه؟ باب الاسانسير، زي ما حصل كده مع مريضه في مستشفى في مصر. حصل ايه؟ العربيه بتنقل لك اهو وبتقول لك اغلق المصعد على جسدها وتوفت مريضه داخل مستشفى في مصر. الاسانسير قفل عليها فماتت. ايه اللي حصل بالظبط في مستشفى شبرمنت؟ الاسانسير قفل على سيده مصريه وهي يعني اقول لك ايه؟ وهي مستنيه تدخل الاسانسير سابوها. جاء الاسانسير قفل عليها واتسحلت وجسمها اتبهدل وماتت. اسمع من ابن اخوها هيقول لك ايه اللي حصل معاها عشان تعرف مدى الاهمال في بلدنا وصل لفين. ببساطه ماتت عادي جدا مفيش مشكله. بعد الحادثه بتاعت شبرمنت اللي احنا شفناها وسمعنا توثيقها مع حضراتكم، وزير الصحه وجه بمراجعه اعطال مصاعد المستشفيات واعمال الصيانه. وانا لسه باكد لحضراتكم الراجل اللي قدامكم ده لا يصلح وزير للصحه، مش علشان هو بس وزير صحه واصلا كان دكتور اسنان، ولكن ما عندوش فكره عن حاجه. وتحس ان الراجل ده هو وبدر عبد العاطي ووزير التربيه والتعليم دول مثال واضح وحي على ان الراجل المناسب مش في المكان المناسب، وان الراجل اللي بيسمع الكلام، وان الراجل اللي بيضيع البلد، وان الراجل اللي بيجي على حقوق المصريين هو اللي موجود في المكان اللي السيسي عايزه فيه علشان ينفذ خطته لتدمير البلد دي وتدمير اهلها. اتحركوا بقى بعد ما حصل موضوع شبرمنت، بداوا يتحركوا. الوزاره بقى الوزاره طلعت تقرير الجوده عن مستشفى شبرمنت اللي كشف وجود مواسير صرف قد تؤدي لسقوط العاملين. يا سلام يا سلام، احنا كان لازم حد يموت عندنا علشان نتحرك. تعال تشوف بقى التفاصيل اللي بتقولك كوارث جوه مستشفى واحدة ألا وهي مستشفى شبرمنت. قالك ايه بقى يا سيدي؟ قالك افاد تقرير مرور الجودة على صيدلية مستشفى شبرمنت عدم وجود سياسات للدواء ولا يتم مراعاة طرق وشروط التخزين في من حيث المساحة والمسافة بين المخزون والحوائط والأسقف، ولا يوجد ترمومتر لقياس درجة حرارة الغرفة، والوصفة الطبية على تذاكر المرضى غير صحيحة ويوجد بها اختصارات، ولا يوجد ترمومتر لقياس درجة حرارة الثلاجة، ولا يتم قياس درجة الحرارة فضلا عن وجود بعض النواقص. مجموعة من السلبيات، مفيش تعقيم زي العالم. بص وهو يعني بص الكلام كله حاجة مقرفة جدا. مراحل الغسيل والشطف والتنشيف، وجود دولاب مستلزمات النظيفة والدفاتر في منطقة غير نظيفة، ويوجد بالأرضية مواسير مياه وصرف بارزة على مستوى سطح الأرض ما يؤدي لسقوط العاملين. بص هو عايز يقول لك إن هي خرابة بس مكسوفة. عايز يقول لك إن هي خرابة بس مكسوفة. طب هي دي الحالة الوحيدة؟ لا. مات 3 أطفال حديث الولادة علشان حصل حريقة في حضانة خاصة داخل سوهاج في محافظة سوهاج، زي ما الخبر قدام حضرتك اهو. مسرع 3 أطفال حديث الولادة إثر حريق بحضانة خاصة في سوهاج. اللي ليك ما تسألش عليه، اللي ليك مش موجود، اللي للحكومة الحكومة تاخد عليه فلوس وتزود عليه عادي جدا عادي جدا. ده حتى يا راجل في العالمين الجديدة في شاب مات هناك. العمال اللي شغالين في الداون تاون في الابراج بتاعت الداون تاون اتجمعوا وعملوا مظاهره احتجاج على مقتل زميلهم. نروح على التعليم، يمكن يبقى في امل عيالنا تتعلم والبلد تمشي لقدام. بس عايز اقول لك ان في التعليم قرروا ان مفيش علم نفس من السنه الجايه. مفيش علم نفس لا في المواد اللي بتضاف للمجموع ولا للمواد اللي فيها نجاح وسقوط. مفيش علم نفس اصلا. مفيش علم نفس هيتدرس في ثانوية عامة من السنة الجاية. ده جديد التعليم في مصر. وبالتوازي بيقولك في إجراءات مشددة ضد ممارسي التدريس بشكل غير قانوني، اللي هو إيه؟ الدروس الخصوصية. هتقدر؟ في نية؟ أصل وزارة المالية بتاخد منهم، من المدرسين الخصوصيين دول بتاخد منهم ضرائب.
فهم مصدر لاموال الضرائب، فهل انت هتقدر توقف الموضوع ده؟ مش هيبقى فيه دروس خصوصيه في البلد؟ طيب هتعمل ايه الدوله؟ تعال نشوف بيان صادر من مكتب وزير التربيه والتعليم النصاب اللي قال لك مجموعه من الاجراءات. تعال نشوف البيان المشدد. بص يا سيدي، الحاجات اللي هتقال دي منها حاجات كويسه جدا. اجراءات ضبط العمليه التعليميه وسير الدراسه داخل المدارس، الالتزام بالزي المدرسي الموحد، عدم اجبار الطلاب على شرائه من اماكن بعينها، مكافحه ظاهره الدروس الخصوصيه، التواصل والتنسيق الكامل مع مديريات الامن لوضع خطه تامين للمدارس والمنشات التعليميه. انا الكلام ده والكلام الاحسن منه والكلام اللي اوحش منه كلام كتير شفناه قبل كده ولسه هنشوف كلام. انا المهم عندي التطبيق. هل هتمنع الدوله في مصر الدروس الخصوصيه؟ هل هترجع العمليه التعليميه تبقى عمليه تعليميه حقيقيه محترمه فيها المدرسه هي عمود التعليم والمدرس هو يعني اللي بيقوم بمهنه الرسل في المدرسه؟ هيرجع له كرامته، هيرجع له دوره وهيبته، هياخد مرتب محترم ما يحتاجش يدي دروس؟ وقال احنا بنتكلم كلام وطنطنة والغربال الجديد اللي شد وخلاص. التعليم هم بيقولوا حاجات كويسة، قال لك زيادة أعداد المعينين من المعلمين حاجة كويسة، حاجة كويسة. لو زود المدرسين علشان يسد العواجز والنواقص يبقى كويس جدا. وقال لك تعال شوف معايا، قال لك يا سيدي ان طبقا للقانون كادر المعلم كل مدرس سيكون له عدد حصص طبقا للمستوى الوظيفي من 16 ل 24 حصة اسبوعية. ولفت الى انه يتم التعاقد مع 50 الف معلم بنظام الحصة سنويا وتصل قيمة الحصة الدراسية الى 30 جنيه. 30 جنيه. انت منتظر مني ايه وانت بتجيبني اشتغل ب 30 جنيه، حصة ب 30 جنيه. منتظر يعني انا هبقى هدرس؟ هقوم بدور يعني؟ راتب معلمين الحصة في مصر بيتنافى مع أبسط حقوق الإنسان، زي ما بتنقل تلجراف عن مصادر برلمانية. راتب مدرسي الحصة في مصر بيتنافى مع أبسط حقوق الإنسان. إيه يا جماعة؟ يعني إيه مدرس وبياخد 30 جنيه في الحصة؟ النائب فريد البياضي بيقول لوزير التربية والتعليم بعد القرارات الأخيرة ولادنا مش فران تجارب، بس الواقع بيقول ان احنا من ايام عبد الناصر في وزارة التربية والتعليم تحديدا واحنا فران تجارب. كل واحد فينا اتجرب في نظام، كل واحد فينا خضع لتجربة برؤية وزير، وزير بيجي شايف ان كذا صح فبيعمله. طب فين الدولة؟ مفيش دولة. فين رؤية الدولة؟ مفيش رؤية دولة. فين مشروع الدولة للنهضة بالتعليم أو بالصناعة؟ مفيش. هم بيسيبوا كل حاجة لشخص، بيجي معالي الوزير شايف إن ده صح فبيعمله، وبعد 10 15 سنة يطلع غلط، معلش يا جماعة هيجي وزير جديد عشان يجرب وأنتوا حظكم بقى. ده بيعمل إيه؟ ده بيخلي اليأس والمشاعر السلبية هي اللي بتسود في البلد. اليأس في قلوب المصريين، كل المصريين، بس واحد بقى عشان السياسة، واحد عشان غزة، واحد عشان الاقتصاد، واحد عشان التعليم، واحد عشان وضع الحياة، كل يغني على ليلى. هنشوف تقرير ونفتح الاتصالات ونسمع من حضراتكم ايه رأيكم؟ خسرتوا ايه؟ خسرتوا ايه خاصة في الأزمة الاقتصادية اللي حاصلة؟ ايه أكبر التغيرات اللي حاصلة حواليك؟ ايه مشاكلك في الحياة في مصر دلوقتي؟ يهمني اسمع من حضرتك. طبعا بتتكلم وبتقول رايك بمنتهى الحريه، بس بنراعي ان احنا بندخل بيوت الناس وما بنتعداش يعني اللياقه، وبتتكلم عن مبادئك بافكارك، بتعبر عنهم بمفرداتك وكلامك، مش بنجبرك على حاجه، مش بنتبنى كلامك، مش بنعرضه، ولكن بنعرضه من المصدر والمصدر حضرتك. يسعدني اسمع مشاركات حضراتكم على الارقام اللي قدامنا بعد ما نتابع مع بعض التقرير، واتمنى من الناس اللي بتحب تشارك كل يوم رجاء خلوها يومين في الاسبوع يعني علشان ندي فرصه للاخرين. نشوف التقرير ونرجع نسمع من
نرجع نسمع صوت الناس في فقرة من بطولة الناس وبس. منتظر حضراتكم. الحياة البائسة في مصر بتزيد قسوتها يوم بعد يوم. في 2024 وبقدرة قادر كل الطبقات المنتفعة والمستفيدين من وجود عبد الفتاح السيسي على سدة الحكم، بقوا أصحاب شاليهات وشقق فخرة في الساحل، وباقي عموم الناس من المكافحين ما شفع لهمش كفاحهم في حياة كريمة مرضي عنها. وزارة التعليم بتقول لحضراتكم كمواطنين إننا محتاجين في الوزارة 50,000 مدرس يحتاجوهم من 16 ل24 حصة أسبوعيا، والحصة ب30 جنيه في زمن فيه كيلو اللحمة ب400 جنيه. مدرس مكافح طول عمره في المذاكرة ورايح الجامعة وجاي من الجامعة، فجأة بيلاقي سعره في السوق 30 جنيه في الحصة، يعني تقريبا 2800 جنيه في الشهر، يعني بالمواصلات والأكل والشرب هيصفصفوا على 1500 بالميت. مطلوب منه ياكل ويأكل ويتعالج ويعالج، مربوط في رقبته أسرة ليهم متطلبات. مستقبل مرعب وغامض لملايين المصريين، مش عارفين بكرة في ايه ولا شكله ازاي. والشاب اللي كان بيحش بقاله سنين عشان يتجوز بيتفاجئ كل سنة بسعر جديد للدولار قدام الجنيه، والتلاجة اللي كان متارجت يشتريها ذهبت أحلامه أدراج الرياح، وبنت كافحت وعملت كل حاجة عشان تتستر بس ظروف الحياة ما كانتش جنبها، ولسه بتعاني ما تعرفش بكرة في ايه. كأسرة عمل برنامج ألوم كملين مش بننقل إحباط لحضراتكم، على قد ما بنحاول نوصف معاكم الصورة لربما نوصل لحل معاكم يرضيكم وتستحقوا بيه حضراتكم في حياة كريمة وشريفة في بلد اختفى منها كل معالم الكرامة. من خلال متابعتنا للأخبار في مصر ما لقيناش غير جرائم قتل بسبب الفقر، ما لقيناش غير سرقة بالإكراه وحوادث كتير كلها مرتبطة بسوء المال، والحياة تعيسة في بلد كان بيتقلنا فيها من 10 سنين بس. ارفع راسك انت مصري، مين المسؤول عن ده؟ وازاي مع بعض نقدر نوصل لحل؟ ده موضوعنا النهاردة. كلمونا وقولوا لنا الحكاية وكل تفاصيل الرواية. اهلا بحضراتكم. خلونا نبدا سريعا ناخد اتصالاتكم. معايا الاستاذ احمد من مصر. استاذ احمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك. لو كان في ايدك القرار، ايه اللي كنت ممكن تعمله علشان تصلح حال البلد؟ والله اول حاجه من ناحيه الدينيه، ايوه، الازهر، تطهير الازهر اللي فيه. تاني حاجه الحد الادنى والحد الاقصى للرواتب. للرواتب تمام. ثالث حاجة التعليم. كنت هتشتغل في الملفات دي وشايف انها تصلح حال البلد. ايوه طبعا. شكرا استاذ احمد. اروح لابو عبد الله معايا من مصر. اهلا بيك. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا وسهلا يا ابو عبد الله. قول لي بقى، لو بايدك حال البلد دي او بايدك القرار في البلد دي، تعمل ايه علشان تصلح حالها؟ اول حاجة التعليم يا استاذ احمد. اول حاجة التعليم. تمام. بعدين ارجع دكاترة الاقتصاد اللي بره مصر كلهم. ايوه. تاني حاجة اعتقل كل دكاترة الاقتصاد والاعلاميين اللي ماسكين البلد. ليه؟ لان دول مش بيحبوا البلد. اللي بيحب البلد عمره ما يضل للبلد. ما هم عبد المأمور. طب ما هو عبد المأمور، ما هو اللي هيجي بعد كده من بره هيبقى أوامره منين احنا اللي احنا ماشيين صح. اللي هو ماسك البلد صح، اللي هو. طب لو عملت الامور دي ينصلح حال البلد؟ اكيد. كل الدول يا استاذ احمد، كل الدول بتبدا بالتعليم يا استاذ احمد. صحيح، انا معاك. اشكرك يا احنا خلينا التعليم. لو بدانا بالتعليم هنوصل لحاجات كتير. يا ترى الكلام ده يتفق مع الاستاذ يوسف معانا ولا لا؟ ايوه يا استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا فندم. أنا بس يعني عايز أعرف حضرتك حاجة. البداية أصلاً المصانع والشركات وكل الحاجات اللي هي بتاعة العمالة اللي الناس بتشتغل فيها، أول حاجة ترجع الأول، لأن كلها أقسم لك بالله كانت من أنظف المصانع والشركات اللي اتصفت على مستوى الجمهورية واتباعت، يعني بما معناه بقى دلوقتي بقى لهاش أي لازمة. أنا بقى يعني نفسي استفسر من حضرتك وعايزك تجاوبني على السؤال ده. اتفضل. هل الدول والناس اللي عارفه
ان الحكم اصلا اللي بعلوهم ده مش شرعي ومش قانوني، هل هيبقى من حقهم باذنك يا رب وبعد ما تحصل الثوره اللي بنتمناها من ربنا وان شاء الله هتحصل، هل هيبقى من حقهم الحاجات دي وهيبقوا مطالبين بيها يعني هتبقى ملكهم فعلا، ولا ده مش هيبقى شرعي ولا قانوني؟ يعني لا اقدر اقول لك يا استاذ يوسف ان ده هيبقى وفقا أصلاً لشكل الحكم اللي جاي، لو هيمشي على نفس نسق السيسي كده وان السيسي كان يعني جاي بشكل شرعي و و يبقى الدنيا خلاص راحت مننا، انما لو جاء نظام حكم هيرجع الامور ل 2013 ويقول ان ده نظام اغتصب الحكم وده نظام انقلاب عسكري، فانت كده هتخش في مشاكل برضو، ولكن هيبقى عندك يعني جزء من المشروعيه بس هيبقى عندك مشاكل كبير جوه وبره. اشكرك جدا. يعني برضو مش هتخلى مننا وبرضو هنتعك فيها. طبعا. إن لله وإنا إليه راجعون. احنا بنقول كل يوم يا عمنا يا عم يوسف، كل يوم بيعدي على البلد والراجل ده فيها بيضيع علينا يعني فرص كتير جدا وبيورطنا في مصايب كتير جدا، وده مش كلام والله، واقع وانتم شايفينه بعينيكم. ايه شكرا يا استاذ يوسف. نروح للاستاذ هاشم. اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ احمد، اخبارك ايه؟ تسلم يا رب. انت عارف انا ببقى سعيد جدا لما بسمع صوتك. ليه؟ لانك انسان وطني بجد، فانا عايزك تلفت نظر الناس لحاجه مهمه قوي يا استاذ احمد. اتفضل حضرتك. في عز ما افريقيا دلوقتي فيها وباء مشهور، يقوم الافندي يعمل ايه اللي فيه نسبه وفيات في الوباء ده؟ يعمل ايه؟ يخلي توقيع المدارس بالبصمه وتوقيع المستشفيات بالبصمه، لدرجة إن في أطباء بيقولوا البصمة بتتشال بعد 5 دقايق، يعني في ناس بيبقى معاهم طبيب مريض في العناية المركزة يضطر يسيب المريض وينزل عشان يبصمه، إلا يقولوا ما جاش ويخصموا الوباء إن كل واحد صباعه مكان التاني من التلاميذ ومن المستشفيات. هم عايزين إيه بالظبط؟ عايزين يموتوا الشعب ده بالوباء ولا ينشروه ولا إيه؟ زي ساعة الكورونا لما جابها لمصر وموت بيها الناس. هنعمل إيه بقى يا بيه؟ هنعمل ايه؟ عشان عارفك انك راجل وطني مخلص، عايزك ايه تلفت نظر الناس. طيب هو في دلوقتي اللي هي حاجه ليها علاقه بالقرود، مش عارف انفلونزا القرود او حاجه زي كده. جدري القرود. جدري القرود، عفوا. جدري، بس هو يعني مش منتشر. وكلام الاستشاريين والعلماء بيقولوا ان هو مش مؤهل ان هو ينتشر، ويا رب ما ينتشر علشان هتبقى يعني هيبقى وضع صعب جدا. طب ليه احط البصمه؟ احط البصمه ليه صباع واحد مكان التاني ليه؟ يعني ليه؟ هو في كذا حاجه تثبت بيها حضور الناس، مش لازم البصمه. يعني انا معاك في ده بالظبط يا بيه، خاصه طب ان احنا طالعين لسه من كورونا وممكن يبقى عندنا فيروس بيتم تخليقه قريب علشان يخففوا اعداد البشر تاني. ده صهيوني يا بيه، وما نقدرش نامن له، ما نامنش لواحد صهيوني زي ده. مش عرفنا ده ناوي ايه علينا؟ ما هو انت لما بتبقى فاقد الثقه في اللي بيحكم اي حاجه هيعملها تبقى متشكك فيها. بشكرك يا استاذ هاشم. ربنا وربنا يحفظ مصر. الجدري بتاع القرود ده يعني هو لقوا حالات في السويد، لقوا حالات في باكستان، شفت فيديوهات عن حالات في فرنسا، وربنا يستر لان هو اصعب كتير من الكورونا. يعني حاتم معايا من مصر. استاذ حاتم. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. بس اذا كان الامر بايدك، ايه القرارات اللي تاخدها تصلح بيها حال البلد؟ للاسف انا مش عايز اكون وحش في الكلام، ولكن انا شايف ان فعلا مش هينفع نعمل حاجه. بس اتمنى تعلي صوتك شويه بس يا استاذ حاتم. انا متاسف جدا ان الوضع حاليا سيء وما ينفعش نحله باي طريقه. للاسف لو كلنا ضد بعض، ما فيش حد واقف مع الثاني، كل واحد واقف طريق الثاني، حالنا سيء للاسف. ما فيش حد بيقدر يحل حاجه. لو كده نشوف المعارضه بره، كل واحد في وادي وكل واحد في حته. انا متاسف من الكلام ده، هي دي الحقيقه. لما كل واحد يبص على اليوتيوب ويشوف حالنا، كل واحد بيحكي في حاجه ثانيه غير الثاني. ربنا يسامحنا وربنا يعوض علينا. ربنا يجبرنا بلدنا ويلطف بعباده. بشكرك جدا يا استاذ حاتم. وضع البلد صعب، وده بص بعيدا بقى عن اصل المعارضه واصل بتوع الثوره واصل هم ما بيحبوش السيسي، لا لا لا، الموضوع ده عديناه خلاص، لان احنا بقالنا 10 سنين بنتكلم مع بعض، وانت شفت اللي انا كنت بقوله لك من 10 سنين شفته بيتحقق دلوقتي، وما بقاش عندك شك ان السيسي بيودي البلد في ده.
وانا ما بقول لك قول لي اقتراحاتك النهارده عشان لما تلاقي عكسها وتلاقي حاجات تانية بيهتموا بيها في البلد تبقى عارف ان في طريق انت بعقلك وبمجهودك الشخصي عارف طريق النجاه للبلد دي منين إيه؟ وانت برضو شايف البلد دي ازاي النظام اللي فيها مصر انه يوديها للهلاك. ليه؟ لان دي اراده. اراده تفشيل مصر وتقزيم مصر وبيع مصر واذلال الشعب المصري وتجهيل الشعب المصري وامراض وافقار الشعب المصري، دي اراده. ما حدش يقول لي ان اللي بيحصل ده عفوا كده او هم بيحاولوا، لا. يعني اللي عايز العزه هيلاقيها واللي عايز الخيبه هيلاقيها. وبص على قطاع غزه المحاصر من 17 سنه ازاي الناس صامده وصابره وبتقاوم وبتدافع عن ارضها ووجودها في بلدها لحد النهارده، وبقالهم 10 11 شهر بيقصفوا ويقتلوا زي ما انت بتتابع كل يوم. الاراده، واحنا في مصر في اراده، بس لتفشيل البلد لتقزيمها انهم يخلوها ملهاش قيمه. واللي معارض كده يا ريت يرد ويقول لي. سامح معانا، اتفضل يا استاذ سامح. السلام عليكم. اهلا عليكم السلام ورحمه الله، ان شاء الله تكون بخير. الله يكرمك. الحمد لله تمام. الحمد لله. لسه كنت بفكر في اللي حضرتك بتقول فيه دوت. يعني انا عايز حد من مصر كده يطلع يقول لي السيسي ده عمل ايه للبلد، او ان اللي هو بيعمله ده مش مقصود. الاعلام العار اللي هو لاممهم حواليه دوت، والخونه اللي عمالين يضللوا في الناس ويضللوا في البلد كلها، كل ده مقصود. الخاين العميل دوت قاصد ان هو يوقع البلد بالطريقه دي. الخاين العميل ده خرب البلد. عايز حد يقول لي السيسي ده ما خربش بيت حد في البلد دي الا 5% بقى بتوع العالمين واللي هم مقضينا هناك دول وسايبين البلد بتولع وبتخرب. عايز حد يقول لي السيسي ده الله تم شنقة الديه دوت اللي بيقول زفت الطين ده كامل كامل الوزير دوت قاهر الاخوان ومش عارف ايه. كامل الوزير ده النصاب الحرامي اللي خرب البلد هو والعميل بتاعه. الهند جايبه قطارات زي اللي احنا جايبينها اعلى في الاحصنه والسيسي، وارخص مننا. القطر الجرار بتاعهم جايبينه بمليون ونص دولار ولا مش عارف مليون ونص جنيه، مش فاكر بالظبط الرقم، واحنا جايبينه بثلاثه. واقل في الاحصنه في الامكانيه. في الامكانيات، نعم في الامكانيات وفي الاحصنه، القدره الميكانيكيه بتاعته اقل واغلى. يعني البلد من هم من كل ناحيه وبيقولوا لا ده قاهر مش عارف ايه. هو قاهر صحيح، اللي هو جايبه هو قاهر. يا ده هو مقصود، ده مقصود ان هو قاهر البلد. هو قاهر المصريين صحيح، قاهر الاخوان، قاهر البلد. بس اخوان يا عم، الاخوان الاخوان زيهم زي الناس، عايشين زي الناس. ما فيش حد في البلد دي كده ما عندوش طار مع السيسي دوت، اذا كان هد بيته ولا اذا كان خرب بيته ولا اذا كان قعده من شغله ولا اذا كان بضيع ميه النيل والكهرباء اللي حد يقول لي عمل ايه في البلد. شكرا ليك واشكرك يا سامح. الحاجه وفاء معايا، اهلا بيكي. حاجة وفاء، انت معانا على الهواء دلوقتي، اتمنى اسمع صوتك بقى. ايوه يا استاذ احمد، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. لو كان في ايدي قرار واحد لتحسين حال البلد، ايوه يا ريت يا ريت والله والله، بعد المعاناه اللي المواطن المصري فيها وبعد اللي انا شايفاه بعيني على شعبي والمهانه والذل اللي احنا فيه، كان اول قرار هطلب اعدام كل اللي بيطبلوا للسيسي وهو على راسه. دي حاجة. يا أستاذ أحمد، إبليس يوم القيامة هيخطب فينا خطبة، كلنا عارفين الخطبة العظمى اللي هيقولها، إن أنا وعدتكم وأخلفتكم. إحنا يا أستاذ أحمد لو كان فينا رجولة، لو عندنا رجل، يعني ما تزعلش من كلامي، إحنا رجالة المصريين للأسف لو في رجالة بشنبات ما كانش يبقى ده حلنا، ما كانش يبقى ده حلنا. نقول رجالة الجيش ظلمونا وهيتحاسبوا قدام ربنا،
الجيش والشرطة وكل اللي بيطبل لهم يوم هيقفوا فيه قدام ربنا بعد المعاناة اللي احنا بنعانيها. ونقول اللي عنده ضمير يصحي ضميره، ما عندوش ضمير هيتقابل معانا يوم القيامة. لكن المصريين، المصريين مش رجالة، المصريين مش رجال. ما تعلقش على كلامي وتقول لي رجالة. لو رجالة الراجل فيهم يخش بيته يقول يا بنت هات العشاء، لا الراجل فيهم يثبت وجوده ويعمل حاجة البلد. أهل غزة الطفل الصغير بيقول لك أنا موت ومش هسيب بلدي. إحنا فين رجالتنا؟ فين رجالتنا؟ كل راجل في مصر يروح يحلق شنبه، يروح يحلق شنبه. ما عندناش رجالة عشان تدافع عننا. وواكلها اللي واكلها الحريم المصريات. إحنا اللي ولادنا بناتنا بالجوع وعيالنا بيجوعوا، الشعب كله بقى جعان وضايع. والرجال المصري بيعملوا، بيعملوا ايه رجالة مصر؟ عملوا ايه؟ قول لي عملوا ايه؟ طيب يعني انا هشكر حضرتك على المداخله وهتحفظ على حاجتين مش تعليق. اولا يعني اي دعوه لقتل الناس والكلام ده غير مقبول وما يفترضش ان هو يعني يقال في او يمرر في قنوات تلفزيونيه، انا اتحفظ عليه تماما. ثانيا مصر ما فيهاش رجاله، لا فيها رجاله. يعني اللي بيحكموا مش رجاله ممكن، انما التعميم فيه ظلم. بلد فيها رجاله اكيد فيها رجاله وفيها ناس محترمه وفيها ناس ان شاء الله تقدر تغير الواقع. بس الواقع اللي احنا فيه دوت بالحديد والنار والدبابه ومفهوم يعني. وصلنا لفين؟ وصلنا للمرحله اللي احنا فيها دي. انما البلد مش معنى كده ان ما فيهاش رجاله. بشكر حضرتك جدا على المداخله. ومعايا اتصال من ست ام احمد. اهلا بيكي. بيكي يا صباح. اهلا وسهلا. يعني ايه اللي ممكن يعني نعمله في البلد دي يحسن وضعها؟ ان النظام ده كله يتشال. كله مش حته، يعني مش حته منه، لا مش السيف اللي يتشال، لا كله. ده هيحسن البلد؟ ده هيحسن وضعها؟ هيتحسن في حاله واحده، ان التعليم يبقى فيه تعليم، لان احنا ما عندناش تعليم خالص. صحه، ما عندناش صحه خالص. البلد خلاص تفرق، مش موجوده. عمال يبيع في البلد، يعني شركه الكهرباء، بيبيع شركه الكهرباء والنيل اتنزل عنه والجزر اتنزل عنها وجاب لنا شويه وزراء مزورين وحراميه. طب يعني ده بنقيهم على الفراسه واحد واحد، هم جايين عارفين هيعملوا ايه كويس قوي. عارفين كل واحد جاي، اللي جاي هيجيب اخر دور في التعليم، اللي جاي بتاع الكهرباء هيبيع الشركات، بتاع مش عارفه كله جاي باجنده معينه هينفذها بالحرف الواحد، ان هو بيبلغهم بالتليفون، هم مش وزراء اساسا. شكرك جدا. اذا النظام ده يتغير. دي رؤية أم أحمد لتحسين حال مصر والمواطنين المصريين. أم محمد من مصر معانا، أهلا يا فندم. بيوقف الديارات والدبابات والبتاعات والمدرعات، وبين المدرعة والمدرعة سبر واحد، وبين الدبابة والدبابة سبر واحد، والدنيا والسلطة معاه والجيش معاه والدنيا كلها معاه. حاجة أنت لسه داخلة على الهوا دلوقتي، أنا لقيتك يعني مندفعة كده، قولي لي إيه كنت بتقولي إيه طيب؟ يا أم محمد. الو. ايوه انت لسه داخله معانا على الهوا اهو، قولي لي البلد دي ينصلح حالها ازاي لو انت اللي في ايدك الامر يعني. يا استاذ احمد اتفضلي. يا استاذ احمد. يا استاذ احمد انا سامع حضرتك. ايوه يا استاذ احمد. طب بس احنا هنعمل ايه في الانسان ده يا استاذ احمد؟ من دقيقتنا ومن فرقتنا يا استاذ احمد. الكيلو البطاطس ب 35 جنيه، الطماطم ب 25 جنيه، الخيار ب 25 جنيه، الفراخ ما نعرفش اسعارها لان انا ما بروح لها اصلا، ما بنتكلمش معاها خالص. ما اللحمه ما بنعرفها اصلا، السمك ب 95 جنيه. ايه يا استاذ احمد؟ ايه الراجل ده عايز ايه؟ الراجل ده عايز ايه مننا؟ الراجل ده عايز ايه من الشعب يا استاذ احمد؟ هو ليه بيكره الشعب كده؟ الشعب اللي جابه، الشعب اللي خلاه في الامل اللي هو فيها، الشعب اللي خلاه ركب طيارات وركب سيارات، الشعب اللي خلاه لبس المظات ولبس بدل ولبس ساعات ام الجنده ولا هو ايه؟ الشعب اللي وصله كده، الشعب اللي خلاه نهب البلد كلها وطفاها، الشعب اللي خلاه يعمل كل حاجه يا استاذ احمد. بيكرهه ليه؟ كان المفروض يشيله على دماغه ولا قعده على المكان ده ومسكه الكرسي ده وعيشه في الامل ده وعيشه في العيشه دي. انما هو يكره الشعب كده ليه؟
ده المفروض الناس اللي رقصوا له. طيب يا عم احمل حساب الناس اللي رقصوا لك وقعدوك حسبي الله ونعم الوكيل. هي بتوع الطلبه انت وهم يا شيخ اللي عملوكوا هم السبب في نجيه. ما هم اللي جابوكوا عملوا فيك كده وعملوا فيك كده ودفعت ناس الغلابه بثمن غالي قوي 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 قوي. يا شيخ حرام عليه يا شيخ، يا شيخ حرام عليه. وما يقول يا استاذ احمد قال لما الشعب يقول ان انا هنزل فمتعرفش الجيش معاه، المدرعات معاه، الشرطه معاه، العساكر معاه، الدبابه بتطلع والطيارات تطلع والمدافع تطلع والصواريخ تطلع والبتاع ده المدرعات تطلع كل حاجه. ما فيش بني ادم بيعرف يمسك الشارع منهم يا استاذ احمد. يبقى فعلا الناس برضه معذوره. انا قلت للست لا فعلا بيقف رجال وفعلا عايزين يطلعوا، انا واحده من الناس عايزه اطلع، بس كنت ترص الملح ما ينزل بقى طب دبابات وطيارات ومدرعات ومعرفش ايه، ترص الملح ما ينزل ما تعرفش تخطي خطوه في البلد. قاعد بحطها الناس هتعمل ايه؟ عامل لهم ايه عشان هم يعملوا معاه كده؟ انا عايز اعرف عامل لهم ايه عشان هم يعملوا مع واحد زي ده كده فاشل وفاسد وحرامي ونصاب وسط البلد وضيع اقتصادها وباعها بيع وما خلاش حيله الناس حاجه وعطل الناس وباع السرك وقف على الناس ان الناس باعت عيالها مش عارفه. ما تساليش الخاين بيخون ليه، اسالي اللي ماشي ورا واحد خاين وعميل ماشي ورا ليه وساكت عليه ليه. شكرك يا محمد. ابو محمد بمصر معانا، اهلا بيك. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله. ايه الاخبار؟ من عندك الله يخليك. تسلم يا رب. ايه اكتر حاجه لاحظت انها اتاثرت في حياتك انت وبيتك بتاثر الوضع الاقتصادي او بالغلاء اللي حصل في البلد؟ كرامه الناس، حياه الناس. بس انا عندي تعليق صغير على الاخت او الوالده ام وفاء. اتفضل حاجه وفاء. احنا الحاجه وفاء، احنا مصر لا خير رجاله، ومش انا اللي اقول كده ولا هي اللي تقول كده. مصر فيها رجاله من سالوا يعني، شوف من المماليك، شوف التتار، شوف الصليبيين، شوف من حرب المقدس، شوف شوف 73 من ودانا في داهيه، كبار ناس كبيره، مش الكل مش بعد. 25 يناير من ودانا في 60 داهيه، للاسف للاسف اللي اتربى على الذل، مش هقول الكل زي ما حضرتك قالت، البعض اللي اتربوا على الذل، اتربوا على البياده، على الضرب بالجزم، رجعوا نزلوا تاني هاتوا البيادة في دماغنا. احنا عايزين دول شويه عيال مأجورة. ادينا الثورة اهي، البلد اهي، الدنيا اهي، ودينا في داهية. غبائي الاخوان، ما تزعلش مني بس سامحني يعني لو انا سايق. غبائي الاخوان، ده رأيك. انا مش بحكم على حد وانا مش بدافع على الاخوان، وانا الله يكرمك انا بسمع كل الناس وبيقولوا رأيهم. طمع، اتفضل. غبائي الاخوان واللي تحلتهم، طمع، القوى الغبية، القوى السياسية كلها بلا استثناء، غلطات مننا احنا برضو، مش هكذب عليك. احنا مضينا تمرد، انا مضيت تمرد والله مش هكذب عليك، ونزلت في يناير بس ما نزلتش 30/6، وكنت مع 30/6 لحد انتخابات رئاسية مبكرة. بس انما شفنا بعد كده، شفنا ذل تاني وشفنا بيادة تاني. مصر مليانة رجالة والله، بس معلش احنا مش فوضويين، احنا سمة الشخص المصري او الشخصية المصرية طول تاريخها 7000 سنة شخصية تميل للسلم، للهدوء، للاستقرار. هنطلع تاني عشان اموت تاني، ما اسكتش اكذب عليك، انا انزل اموت تاني واضيع عيني عشان تيجي ناس تاني والنبي ادينا بالجزمه يا سيسي او ادينا بالجزمه ايا كان اللي مركب نجمتين ونسر. لا مش هنزل اموت عشان، لو هموت اموت عشان الجيل اللي جاي. اتغربنا في الخليج وشفنا ازاي المصريين بيتعاملوا، رغم ان كل الدول العربيه ما شافوش مننا الا كل خير، طول تاريخنا ما شافوش مننا الا كل خير. وقت ما وقعنا كله بدنا بالجزم، لا مصر ملانا رجاله والله، والايام كفيله وهنشوف. وانا معاك، مصر لما وقعت وانا معاك يا ابو محمد، ومصر مليانه رجاله ومليانه رجاله جدعان، مليانه والله. انا معاك والله، وانا مؤمن بده. وعايز اقول لك ان حتى في الناحيه دي اللي احنا فيها، في ناس بتاخد عليا الكلام ده ازاي. ايوه يا جماعه، البلد فيها رجاله وكل مؤسسات البلد فيها رجاله، من اول طبعا الفراشين في المدارس لحد دلوقتي، في ناس نظيفه في البلد دي طبعا. بس اللي طاغي دلوقتي واللي حاكم واللي ممشيها الخونه والعملاء والمصلحجيه والسبوبجيه، واللي يبيعوا عرضهم واللي ياكلوا مال النبي. انا عارف ده ومقتنع. عدنا للمماليك لكن بجنسيه مصريه اصلح. بس والله المماليك اشرف، والله العظيم المماليك اشرف، والله في التاريخ المماليك اشرف مليار مره يا راجل. اشكرك يا ابو بس صح. معلش انا طولت عليك، اخر حاجه بس يقول لك في 25 يناير احنا كسرنا كل القواعد والله، وان شاء الله في قاعده كده او في يعني حاجه كده. الفرنسيين قالوها، قال لك مفيش جيل بيقوم بثورتين. لا الجيل ده لا 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 استنى هيقوم بالثانيه والله. ايوه والله خليك، سيبك من التنظير بس. الواقع اللي بيحصل ده
يخلي يعني كل يوم ثور يعني بعيد عن اي تنظير. بشكرك يا ابو محمد، شكرا ليك. تعالوا بس نبص سريعا كده على لبنان اللي وصلت لها ازمه الكهرباء. وازمه الكهرباء في لبنان مفتعله، لان في دول بتحاول تركع لبنان او تتدخل فيها. انا هنا مش بدافع عن حد، ولكن انا بقول لحضرتك السياق الحقيقي للازمه في لبنان. اتقال من كام يوم ان مصر هتبعت شحنات غاز. اللبنانيين كانوا مستنيين شحنات غاز من مصر، لان الكهرباء بتقطع في لبنان، الكهرباء في الشوارع، في المطار، في المدرسه، في المستشفى. طبعا اعلام عبد الفتاح السيسي بيقول لك شوف اتعظوا. لا، لبنان دوله صغيره وما عندهاش الامكانيات الاقتصاديه اللي عند مصر، فالله يخليك كده يا عم انت. هو النباح هنا غلط. وعموما مصر يا جماعة دولة خليجية ما، يبدو أن اسمها الإمارات العربية المتحدة، أمرت مصر أنها ما تصدرش الغاز لإسرائيل علشان ما ياخد، ما تصدرش الغاز للبنان علشان ما يساعدوش حزب الله في حربه على إسرائيل. قدام حضرتك أهو، ده صحيح مصر اللي كتبه. وإذ صدرت مصر السرال المتوفر لديها إلى لبنان فإنها قد تضطر إلى العودة لأزمة تخفيف أحمال الكهرباء بحسب المصدر، فضلا عن عدم قدرة لبنان على السداد الفوري لمصر. لو مصر صدرت سولار للبنان فهي هتكون وسيط لإحدى الدول الخليجية التي تخشى من التصدير إلى لبنان مباشرة، أن تتهم بمساعدة حزب الله في حربه ضد إسرائيل. هنا الإمارات مش عايزة حد يصدر للبنان، بينما السعودية عايزة تصدر ومكسوفة، وربما دول تانية خارجية عايزة تصدر ومكسوفة، فواخدين مصر معبر. لأن البعض بيقول لك إيه ده، هي مصر عندها غاز توديه لبنان؟ هي مصر عندها سولار توديه لبنان؟ مصر يا جماعة ما عندهاش حاجة. يمكن يكون عندنا شوية وفر كده شايلينهم على جنب من السولار اليومين دول، بس إحنا هنصدر، هيعملونا أنطرة. دول خايفة تودي للبنان فهتودي عن طريقها. عموما قرار جزائري محترم ومقدر. الجزائر قررت تعيد التيار الكهربي او الكهربائي الى لبنان زي ما بتنقل الحره، وده قرار مقدر جدا من الدوله الجزائريه. الاذاعه الجزائريه قالت امبارح او امبارح الحد، امبارح الحد، ان الجزائر هتزود لبنان على الفور بكميات من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء واعاده التيار الى البلاد. الوزير الاول نزير العرباوي في الجزائر اجرى مكالمه هاتفيه مع رئيس حكومه الجمهوريه اللبنانيه نجيب ميقاتي، وابلغه بقرار رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون بالوقوف بجانب لبنان وتزويدها بالوقود الكافي لتشغيل محطات التوليد. شكرا للجزائر، شكرا للقياده في الجزائر وللشعب الجزائري اللي عنده الروح دي. قيادة في الجزائر تبون أو الوزير الأول بيعبروا عن روح الشعب الجزائري، الشعب الجزائري المبادر لأشقائه، الشعب الجزائري الداعم لأشقائه. أنا بشكر جدا شعب الجزائر وحكومة الجزائر في موقفها المبدئي لمساعدة الأشقاء في لبنان. كان أولى، مش هقول لك يعني كويس، طبعا للجزائر هذا الفضل، وكان لكن كان أولى بالعراق، كان أولى بالكويت، كان أولى بقطر، كان أولى بسلطنة عمان، كان أولى بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة القيام بالدور ده بشكل مباشر. ولكن شكرا إن في دولة عربية هي الجزائر الشقيق بتقوم بالدور ده بالفعل. مصدر حكومي مسؤول بيقول تصدير الغاز المصري للبنان يواجه العديد من الصعوبات بسبب عدم امتلاك لبنان لوحدة تغييز الغاز المسال، مما يجعلها غير مستعدة لاستقبال شحنات من الغاز المسال. بينما نشأة الديه بينبح في مكان آخر وبيحاول يرهب مصر. هم بيحبوا يرهبوا المصريين، هم بيحبوا يقولوا للمصريين بص ها أحسن ما تبقى زي سوريا والعراق، احسن ما تبقى زي السودان وليبيا. ودلوقتي يطلع النبيح اديه ويقول لك ايه اتعظوا بقى عشان ما تبقوش زي لبنان. لبنان نموذج للتخاذل العربي، لبنان النموذج للتآمر العربي، لبنان النموذج الاوضح للمؤامره العربيه على بعض الاشقاء في لبنان.
احنا لما نيجي يبقى عندنا حد عنده مصيبه، لما يبقى في الحاره ولا في الشارع ولا في البلد بيت جارنا مولع، ما ينفعش نقعد ننظر يا نشأت، ما ينفعش تقعد تنجعس وترجع ظهرك ورا علشان تقول بصوا التطحن، بصوا مش عارف ايه. دي بتبقى اسمها ندالة وقلة أصل، لأن أول ما يبقى جارك محتاج، أخوك محتاج، بتهم تقوم وتفزع له، بتهم تقوم تشوفه عايز إيه وتلبي له. إنما بص البيت ولع إزاي، بص المش عارف إيه، دي ده تنطع. وإنت يا نشأة نطح، يعني إنت بتحب النطاعة دي وإنت شاطر فيها، وأشهد لك بصراحة زيك زي اللي مشغلينك. حنان من مصر، ست حنان أهلا بيكي. مش معانا؟ طب اهلا وسهلا بيها مره تانية. ابو عادل معانا من مصر، اهلا يا ابو عادل. ابو عادل مش معانا ولا ايه؟ طيب يبقى ابو احمد معانا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا ابو احمد، اتفضل يا فندم. يا فندم، انا لو بايدي ان انا احكم البلد دي، اول حاجه هعملها ان انا هفكر ان انا اوعي الشعب عن حبه ايه وعليه ايه. لما سالوا سيدنا علي نبي طالب، انت ليه في الازمات بتاعتك او ليه في الخلافه بتاعتك كان في ازمات؟ قال عشان انتم اصحابي. طب جالوت وابو بكر وعمر ما كانش في ازمات، قال عشان كنت انا صاحبه. فهي توعيه الشعوب دي كانت لازمه في الاطار ده. في حاجه لاحظتها اخر خطاب في الخطاب بتاع الرئيس مرسي بالنسبه لغزه، لما ضربت غزه قال احذروا من غضبه شعب وحاكم، ما قالش احذروا من غضبه جيش، لان الرئيس مرسي كان بيعتمد على الشعب. اي حاكم في العالم يا استاذ احمد، اي حاكم في العالم اذا كان في ظهر الشعب طبعا بعد ربنا هيبيد اي حد، هيبيد اي حد. فهل معنى ذلك ان قطر ومصر وامريكا والعالم العربي مش قادرين يوقفوا الحرب على غزه؟ والدكتور محمد مرسي الله يرحمه هو بكلمه واحده بس منه، كلمه واحده منه هي اللي اوقفت الحرب على غزه، هي الثقافه، ثقافه شعوب. يا احمد انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا هنطلب من الدول على قدر استطاعتها. مصر محدش بيقدر يملى فراغها. مصر الدولة الكبرى في الشرق الأوسط. مصر الشقيقة الكبرى للعرب. مصر الجار الأول لفلسطين، ومعبر رفح هو المعبر الوحيد ما بين قطاع غزة وأراضي عربية. ألا وهي مين اللي قزمها؟ مين اللي قزمها يا استاذ احمد؟ ما هو السيسي. مين اللي قزمها؟ السيسي. ما هو انا بس بقول لحضرتك ما تستناش تقول لي ايه. ما هو دي الفكره. الدوله الفلانيه مش قادره تعمل، لا مش قادره تعمل علشان هي ما عندهاش اللي عند مصر. انما احنا دلوقتي يا فندم انا اقصد، اتفضل انا اقصد يا فندم ان الاعتماد مش على الحاكم، الاعتماد على ثقافه الشعوب. لما كانت ثوره يناير كان فيها الشعوب، ولما اتحاربت السفاره الاسرائيليه اسرائيل كانت عارفه ان دي غضبه شعب. فإذا كان غضبة الشعب أساساً على السفارة، فما بالك إذا كانت غضبة على دولة. أما بالنسبة لدولة لبنان، ما هذا حقنا إحنا، إن إحنا كدول إن إحنا نساعد بعضينا. أمال إحنا لازمتنا إيه كدول ودول عربية ودول إسلامية؟ بس هو أنا لازم أخذ الأمر من أمريكا، إن أنا أقف مع الأستاذ أحمد. فين الشهامة وفين الدين وفين الكرامة؟ أشكرك أشكرك. في شعوب وحكومات ودول رأيها من رأسها، وفي حكومات ودول رأيها من أمريكا، واللي عملته الجزائر رأيها من رأسها إنها هتساعد أشقائنا أهلنا. أنا ينفع أتفرج على اللبناني والكهرباء قطع عنده في المستشفى وفي الشارع وفي المطار؟ ينفع يا عمي أنا أختلف معاه ما أختلفش معاه، بيننا وبين بعض مشاكل، بنحب بعض أيا كان، أخويا ما سيبوش في زنقة وأقعد أنظر بقى. ولأنهم وأصل المفروض كانوا عملوا، والأبوية والحكمة اللي نزلت فجأة على جحش ما بيعرفش مش عارف يدبر أمور نفسه أصلا. إنما في أوقات الأزمات في هنا التصرفات الدول والرجولة اللي بتطلع في الوقت ده، وعشان كده بكرر شكري للجزائر. أستاذة حنان رجعت لنا، أهلا بيكي أستاذة حنان. أيوة. أهلا يا فندم، اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا اهلا، ازيك يا استاذ احمد؟ عامل ايه؟ الله يخليكي، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. بص يا استاذ احمد، دلوقتي في حاجه اسمها لكل جواد كبوه، ده كلام ما فيش منه مفر يعني خلاص. لكن الكبوه خلاص احنا عرفنا احنا ايه، وجهارا نهارا هذا الرجل بعد قفل المعبر وحرقوا المعبر وكل احنا عارفينه بدون سرده يعني،
خلاص عرفنا انه منهم، هو منهم، هو هو ولي نعمته في الامارات، وبتاع الامارات ولي نعمته في تل ابيب، خلاص خلصنا. احنا لازم كلنا نمتنع عن اي حاجه بتقودها الامارات في بلدنا، بس مش بنقاطع، مش بنعرف نقاطع، نقاطع ده بقى. اما اشوف بقى هيكسب ايه، هو عايز يشغل المصريين اجاريه عند الاماراتيه بعلهم البلد، فبدل ما احنا كنا بنسافر او الناس اللي هي عايزه تزود حالها بتسافر وبتشتغل وبتجيب تعمر في البلد، اللي يعمل مدرسه، اللي يعمل مستشفى، اللي يعلم ولاده كويس، لا هو بعلهم البلد بمصانعها وهيشغل المصريين اجاريه. ده مخطط عشان نبقى احنا قاعدين مستنيين لقمه العيش، مستنيين كمان الاجره. وغلى الحاجه، الست المدام اللي كانت بتتكلم تقول هو ما بيحبش الشعب ليه؟ هو مش عايز الشعب ده، مش لازم، مش لازمه خالص، هو مش عايز يلا اللي يموت من ده قله السكر يموت، هو مش زعلان عليهم، ما بيحبش الفقطان سير اللي ايا كان بصرف النظر عن يعني تعداد الموت والسبب ويعني اسباب مختلفه يعني. مش فارق معاه ولا فارق معاه، وجايب اقل اوضع ناس تعليما وقدره وخبره وجايب كل حد، خلاص عرفنا. احنا بقى نوعي نفسنا ايه؟ نوعي الناس اللي رقصوا في رجاله كانوا بيقعدوا يسقفوا له، خلاص فهمنا بقى. وجولدا مائير قالت هيجي واحد مننا يحكمكم، وهو جه، وهو جه، هي ما كذبتش علينا، هم على فكره ما كذبوش علينا، احنا اللي ضحكنا على روحنا وصدقنا واحد زي ده، ولكن ربنا ليه حسابات تانية. تظلم بقى لبنان إن شاء الله، تظلم عديه وأمثاله يقطعوا النور إزاي، هنشوف الأيام فاصلة خلاص. يعني أستاذة حنان هي ما كانتش بتظلم على مصر، يعني لبنان اللي عمال يقول لك أصل بص التنحر الداخلي ولا ده إنسان وضيع يا أستاذ أحمد، كانت بتقطع عندنا، كانت بتقطع عندنا بفشل حكومي، بتقطع عندنا وإحنا يخلص أغسطس وهنشوف الكهرباء اللي على أصولها. أنا عايزة أقول لك حاجة بس أخيرة عشان ما أطولش، في حاجة بتقول لك ويأتيك الغرق من حيث كنت آمنا يا عبد الفتاح يا سيدي، ويأتيه الغرق من حيث كان آمنا. وعجائب ربنا كتيرة ما يعرفهاش لا ديه ولا غيره. تمام؟ شكرا لك، بشكرك أستاذ حنان، يعني بشكرك جدا. دي بيعاير لبنان إن الكهرباء قطعة، طب ولما كانت بتقطع في مصر كان عندنا تنحر داخلي وفتن طائفية وحرب داخلية، ولا كان عندنا نطع مدور البلد غلط ومشغل نبيحة زيك علشان يهوهو على الناس؟ يعني دي ما تجيبوش لنفسك. كان في عركة اليومين اللي فاتوا دول بس دمها خفيف قوي، تقدر يعني تحطها تحت عنوان الراقصة والطبال، يعني الراقصة والطبال أو ضرب العوالم، يعني كانت خناقة من النوعية دي. كانت بين الفنانة لوسي، فنانة الاستعراضية رقصة لوسي، وبين الفنان، لا هو مش فنان، هو ممكن يبقى رقصة، يعني هو خالد الجندي، انتوا بقى ايه، هو خالد الجندي وخلاص. كان عندهم كده أزمة فيها ليها تفاصيل بقى ايه، يعني بتقول لك احنا واصلين لحد فين في مصر، تفاصيل الأزمة بين الراقصة والطبال أو خالد الجندي والراقصة لوسي. ممكن نشوفها مع بعض كده بعد ما هددته إنها تفضحه وقالت له أنت ليك حاجات عندي وحفضحك وبتاع. تعال نروح تليجراف ونعرف التفاصيل كده نقولها لحضراتكم سريعا عشان بس تبقوا متابعين إيه اللي بيحصل في البلد. نجيب سويرة سواء قال من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. عمار علي حسن كتب إيه؟ عمل شير أو عمل إضافة كده أو شارك تليجراف كاتبة إيه؟ هي بتقول الأول نبدأ باللي قاله خالد الجندي، بيقول راقصة تحدثت عن عملها كأن الله اختار لها أن تكون راقصة، كلام غير صحيح. الشيطان قال لرب العزة فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، صدق الله العظيم. ده خالد الجندي. فردت بقى هي قالت له إيه لوسي؟ أنا يا سيدي كفر، مالكش دعوة بيا، أنا مسك عليك حاجات لو ما سكتش هطلعها لك. لوسي بتقول ايه؟ بتقول ربنا كتب علي الرقص. شوف بقى الناس دي اللي بتمشي وراها والبعض شايفهم ان هم منارات العلم ولازم تاخد منهم بقى وتتبعهم في مواقفهم السياسيه و و و. بتقول له ربنا كتب علي الرقص، وخالد الجندي بيقول لها ربنا امر بالستر، وبيدخل الجمل يقول اختيار ارتكاب المحرمات من اختيارنا. ونجيب ساويرس علق زي ما حضراتكم شايفين من كان منكم بلا خطيئه فليرجمها بحجر. طيب الكلام ده بقاله 3-4 ايام داير في البلد.
خالد الجندي قبل ما يشن الهجوم على نوسي كان عنده هجوم تاني، كان عنده طلعة تانية على نهى العمروسي. نهى العمروسي دي كان جوزها زمان اسمه مصطفى كريم، وكان فنان كده مات وهو صغير الله يرحمه. كان بيقول لها عيب يا ستي، هو عمال بقى فاهم انت، هو يجيد الحك والاحتكاك والسماجة والغلاسة والغتاتة وتطبيل الحكام. هو قال لك ان هو شيخ بتاع حكام قبل كده. تعال نشوف تعليقات من الفيسبوك بيدافعوا عن لوسي ويهاجموا الطبال اسمه ايه ده خالد الجندي. نادية علام بتقول هي رقاصة ولا تتنكر لحقيقتها، بينما الاخ مدعي ومستخبي ورا قناع، يعني ببساطة كده. اما ممدوح عبد المنعم بيقول ربما لاول مرة في تاريخ الشعب المصري المتدين بالفطرة تنحاز الجماهير الغفيرة لصف راقصة في مواجهة راجل دين، ليس لأن الرقص فعل مستحب أو لأن نصائح رجال الدين مرفوضة في مجملها، فهذا غير صحيح، ولكن لأن الشعب المصري لا يجد فارق كبير بين ما يفعله خالد الجندي وما تفعله روسي، فكلاهما يرقص. واخد بالك؟ بينما خالد بيرقص رقص ستريبتيز، يعني رقص مقرف قوي وعيب قوي. تعالوا نروح على كارثة تانية بتحصل مقابل باب النصر، وهو من الأبواب التاريخية للقاهرة الفاطمية، في المقابل مقابر باب النصر. مقابر باب النصر بيتم هدمها، مقابر عمرها مئات السنين، جثث بيتم الإطاحة بيها وناس بيتردم عليها، ناس بتروح تدور على جثث أهاليها ما بتلاقيهاش، ومشهد بيقول لك قد إيه اللي موجودين في البلد دي يعني أحقر من المغول والتتار في تعاملهم مع التراث الإنساني ومع حرمة الأجساد ومع تراثنا التاريخي. المقابر دي فيها أهلنا، علمائنا، الوطنيين الكبار، الشيوخ الكبار، ولكن الموجودين دلوقتي ما عندهمش أي عزيز، هم بيسمعوا الكلام وبينفذوا الأوامر، اقضوا على تاريخ المصريين وما ترحموش لحي ولا ميت. المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار بيقول للشعب المصري إن في إمكانية لوصول جدري القرود إلى مصر. في إمكانية لوصول جدري القرود إلى مصر، وأنا بس عايز أحذر حضراتكم إن ده حاجة صعبة جدا جدا، وفيروس يعني مش هقول لك مميت قد ما هقول لك إن هو متعب، ومش زي الكورونا أخطر، انه بيصيب الجلد وبيؤدي الى تقرحات، ويعني مشهد انا ما احبش حتى حضرتك تشوفه، ناهيك ان انت تصاب بيه لا قدر الله. ربنا يحفظ الناس، ولكن يا جماعه احذروا احذروا، لان اللي احنا بنعرضه ده اللي ممكن يتعرض في مشاهد صعبه تتعرض، يعني اللي احنا دي حاجه بسيطه قوي، في مشاهد والله صعبه تتعرض. انا ما اتمناش حد يصاب بيه ابدا، واتمنى ربنا يحفظنا جميعا، ونسال ربنا انه يحفظ بلدنا ويحفظ شعبنا. خدوا بالكم يا جماعه، احنا عندنا مدارس قربت، واحنا عارفين بقى ايه تجمعات والاحتكاكات والاتوبيسات والناس اللي في حضن بعض، فالله يخليكم. الحذر لا يمنع القدر، ولكن الحذر واجب. نروح لغزه ونشوف جديد الحرب. عندنا جديد، عندنا مواجهات، عندنا عبادة جماعية وأحداث لسه موجودة. نشوف جديد الحرب بالرواية الفلسطينية على لسان المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام، الزراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وفي الجانب الآخر الروايات الإسرائيلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي. نشوف روايات المقاومة والاحتلال في التقرير ده. جديد الحرب في غزة. أولا، كما أعلنتها المقاومة الفلسطينية، القسام نعلن بالاشتراك مع سرايا القدس تنفيذ العملية الاستشهادية التي وقعت مساء أمس في تل أبيب، والعملية الاستشهادية بالداخل المحتل ستعود ما دامت مجازر الاحتلال وسياسة الاغتيالات متواصلة. سرايا القدس كتيبة نابلس، يخوض مقاتلون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المقتحمة في محاور القتال في شارع فيصل، ويستهدفون الآليات العسكرية. القسام
فجرنا عبوة برميلية وأخرى صدمية بقوات العدو، وأوقعنا عناصرها بين قتيل وجريح غرب مدينة حمد شمال خان يونس. سرايا القدس، قصف موقع مارس العسكري برشقة صاروخية. ثانيا، كما أعلنها الجيش الإسرائيلي، اعتراض أهداف جوية مشبوهة قادمة من لبنان وسقوط مسيرات أخرى في منطقة يعرى شمالي إسرائيل. موقع حتشوت حموت العبري، مقتل جندي وإصابة ستة بينهم حالة خطيرة بانفجار عدد من مسيرات حزب الله بمنطقة يعرى بالجليل الغربي. لأول مرة من سنين طويلة بترجع العمليات الاستشهادية إلى داخل إسرائيل. وعملية امبارح تل أبيب، ناس بدأت تفتكر العمليات اللي عملها سعيد حتري والهتاف اللي كان في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، يا أبو هنود هات سيارات مفخخات، بترجع للمواطنين الفلسطينيين ذاكرة غابت عنهم سنوات طويلة، ذاكرة العمليات الاستشهادية في الداخل الإسرائيلي. كانت العمليات دي توقفت بعد عملية السور الواقي وبعد تدخلات من المخابرات المصرية وغيرها، وبناء عليها لما توقفت العمليات الاستشهادية حصلت الانتخابات الانتخابات الأخيرة في 2003-2004 اللي فازت بها حماس وكان فيها شكل سياسي جديد. ولكن دلوقتي حماس بتقوم بعملية استشهادية بالاشتراك مع سرايا القدس وحركة الجهاد الإسلامي وفي تل أبيب، وبتتعهد حماس ان ده بداية العمليات الاستشهادية هتكون رجعة بقوة الى الساحة. ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين من الزملاء في قطاع غزة الى 169 شهيد بعد استشهاد الزميل ابراهيم محارب، وتم العثور على جثمانه قرب مدينة حمد شمال غرب خان يونس، وكان وفقدت آثاره بعد استهداف الاحتلال لمجموعة من الصحفيين بالمكان امبارح. اللي قدامنا هو الزميل الصحفي الشهيد إبراهيم محارب اللي بنعيه لحضراتكم وللأسرة الصحفية، وبنتقدم لأشقائنا وأصدقائنا وزملائنا الصحفيين في قطاع غزة بالتعازي، وكذلك بنعزي أهله ونعزي زويه وبنعزي أنفسنا باستشهاد الزميل رقم 169، وكل زميل فيهم طاقة إعلامية ورسالة وقدرة على توصيل صوت الناس. لحظة إطلاق قوات الاحتلال النيران على الأشقاء الصحفيين والزملاء الصحفيين امبارح مدونة وموجودة وهنتابعها مع بعض دلوقتي. ده المشهد اللي حصل امبارح في منطقة خان يونس في قرب مدينة حمد، و يعني مدون زي ما حضراتكم شايفين بكاميرا احد زملائنا الصحفيين. وفي اليوم ده وامبارح استشهد زميلنا الاخر ابراهيم برصاص ابراهيم محارب برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي. وامبارح كمان اصيبت الصحفيه سلمى القدومي بشظايا خلال تغطيتها لتقدم الاحتلال في منطقه خان يونس، زميلتنا قدام حضراتكم، ودي الاصابه. على نفس النسق بتقوم كتائب المقاومة في قطاع غزة وعلى رأسها كتائب القسام وشهداء الأقصى بعمليات. امبارح هنشوف مع بعض الفيديو اللي وثقت فيه القسام عملية مهمة جدا تم فيها تفجير الجبين اللي قدام حضراتكم دول، جبين للاحتلال لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ودول في قلب محور نتسريم، ودي عملية نوعية لأن تم يعني تسلل بعض من عناصر المقاومة إلى داخل محور نتسريم واستهدفوا الجبين بكماين، تم تفخيخ المنطقة وتفجير الجبين وبعدين رجعوا سالمين. يعني هنا سمعنا كده سنعيد الكرة ورجعنا سالمين، ودي رسالة لنتنياهو. بالمناسبة امبارح الشباب اللي عملوا العملية دول قالوا ان هم تجنيد 2024 في كتائب القسام، ودي رسالة على صدقية الفرضية اللي بتقول ان القسام بتجدد نفسها وبتجدد طاقتها. نشوف مع بعض الرسالة المهمة اللي اكيد وصلت لجيش الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة امبارح. يا جماعة اللي فيها التوثيق، احنا معانا توثيق
الشاب قاله تامر حتى نقل عنه وقال تجنيد 24 سيكون رعب الكيان، كيف لكم البقاء والاستقرار هنا في محور الموت، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. تلك الآية الكريمة بدأت العملية في محور نتساريم الذي اعتقدت إسرائيل أنها تسيطر عليه بعد 10 شهور من الحرب المدمرة، حيث مسحت المنطقة أو مسحت المنطقة عن بكرة أبيها وأنشأت دفاعات وسواتر رملية وأبراج مراقبة ووضعت عشرات الجنود للحراسة، نفذت فيه المقاومة كمين من نقطة الصفر وقتلت قائد السرية الضابط يوتامي تسحاق بليد والجندي مردخاي بن شوام سائق الشاحنة، وعاد الأبطال بسلام بإذن الله. سنعيد الكرة يا نتنياهو، مقاومة تؤكد مصداقية وصدقية التقارير الغربية أن المقاومة أعادت بناء نفسها واستخدمت في ده الذخائر الإسرائيلية التي لم تنفجر وذخيرتها من الشباب أهل قطاع غزة المتمسكين بأرضهم الراغبين في المقاومة والدفاع عن قطاع غزة. تعالوا نشوف التقرير ونرجع نكمل حلقتنا. دفعة التجنيد 2024 كلمات كان لها السحر في آخر إصدارات المقاومة الفلسطينية بغزة والتي استهدفوا فيها في وضح النهار قوات إسرائيلية على محور نتساريم، لكنه سحر مختلف باختلاف جهة المتلقي، فمن غزة والمدافعين عن الإنسانية والحرية نشرت هذه الكلمات الفرحة والأمل، بينما على الجهة الأخرى مثلت صدمة للجيش الإسرائيلي وداعميه، حيث كان حديثهم يتواتر عن قرب القضاء على حماس وانتهاء العمليات العسكرية الرئيسية. المشاهد المصورة أعادت إلى الأذهان تقارير صحفية عدة أشارت وأكدت لبقاء قدرات حماس العسكرية الأساسية كما هي، بل وأكدت نجاحها في بناء قدرات كتائبها وضم مقاتلين جدد. فبحسب موقع والا العبري فإن حركة حماس لديها قدرات صاروخية بعيدة المدى يمكن أن تصل إلى القدس وتل أبيب، وأوضح أن الجيش الإسرائيلي يواجه صعوبات في تحديد عدد الأنفاق التابعة لحماس في قطاع غزة. كما سبق وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحركة ما زالت بمنأى عن الهزيمة، وقالت إن الحركة الفلسطينية تستخدم شبكة أنفاقها وخلايا صغيرة من المقاتلين، وتأثيرها الاجتماعي واسع النطاق ليس فقط للبقاء وإنما لشن هجمات على القوات الإسرائيلية. معهد دراسات الحروب الأمريكي في تقرير له قال إن حركة المقاومة الإسلامية نجحت في إعادة بناء قواتها، وأشار أن نمط القتال وتجدده يشير بأن نتنياهو لا يقدم صورة واقعية عن مجريات القتال. وفق تقرير المعهد فإن الفصائل لا تزال تحتفظ بقدرة كبيرة على الدفاع والهجوم في خان يونس التي تعرضت لهجوم واسع في ديسمبر الماضي وتوغلات مستمرة. ذكر أن الكتائب المقاتلة في مدينة غزة تحتفظ بإمكانيات ميدانية تتيح لها إنزال خسائر بجيش الاحتلال عند كل توغل. كما كشف التحليل أن القسام أعادت بناء 7 على الأقل من الوحدات المتضررة أو تلك التي فقدت قدراتها القتالية، وأنها نجحت في تجنيد مقاتلين جدد. تقارير وتحليلات كانت مجرد كلمات على شاشات التلفاز أو في المواقع الإلكترونية على صفحات الجرائد والمجلات، إلا أن ما نشرته المقاومة مؤخرا توج كل هذا بحقيقة الواقع المقاوم والصامد لأكثر من 10 أشهر، وما زال قادرا على أن يضرب في وضح النهار وتحت السمع وبصر الاحتلال. آخر الأخبار اللي جاية عن يدعوت أحرنوت صحافة العبرية، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن محور فيلادلفيا في محادثات القاهرة دلوقتي النهاردة، وإسرائيل أبدت استعدادها لتخفيض قواتها في محور فيلادلفيا، ولكن الجانب المصري والجانب الفلسطيني أصروا على انسحاب إسرائيل الكامل من محور فيلادلفيا، والوضع يوصف بأنه معقد وحساس، ولن يكون هناك اتفاق إذا لم يقدم نتنياهو تنازلات، لأن في يعني إحباط لدى الفريق المفاوض إسرائيليا، وبيقولوا الصفقة بتفلت من إيدنا ونتنياهو مصر على التعنت، وده مش في مصلحة حد.
امبارح كان في اجتماع بين بلينكن ووزير الخارجية الأمريكي ونتنياهو، استمر ربما 3 ساعات، وصرح أنتوني بلينكن وقال جولة المفاوضات الحالية ربما تكون الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق، وحان الوقت للتوصل إلى اتفاق في غزة وضمان عدم اتخاذ أي طرف خطوات تعرقل هذا. طيب عايز بس أقول لحضراتكم موقف من كولومبيا للتضامن. امبارح رئيس كولومبيا أعلن إيقاف تصدير الفحم الكولومبي إلى إسرائيل، وقال يقتلون به أطفال غزة. في منشور على منصة إكس أعاد من خلاله نشر خبر لإذاعة بلو راديو كولومبيا المحلية، تضمن صورة للمرسوم اللي صدر يوم 14 أغسطس، وقال بيترو في منشوره بالفحم الكولومبي يصنعون القنابل لقتل أطفال فلسطين. ثمنت حركة المقاومة الإسلامية حماس موقف رئيس كولومبيا بشأن حظره لتصدير الفحم لكولومبيا، ودعت حماس كافة الدول إلى قطع علاقتها مع إسرائيل والعمل بكافة الوسائل على مقاطعة إسرائيل. ده المشهد حتى الآن، مفاوضات مستمرة في القاهرة، بايدن يصر على إنجاح المفاوضات، يصر على أن يكون في يعني اتفاق حقيقي وهدنة حقيقية، ولكن نتنياهو على ما يبدو أنه عايز ياخد المنطقة لحرب إقليمية يطلع فيها أنه منتصر ويمثل نفسه كأحد أباطرة إسرائيل زي ما وصفه أحد المحللين المهتمين بالشأن الإسرائيلي. حسبكم مع فيديو لضابط إسعاف متقاعد ارتقى زملائه فلم يتأخر أنه ينزل ويشتغل في قطاع غزة عشان يقدم من جهده ومن روحه لأولاد بلده ويدعم صمودهم في أرضهم أو على أرضهم في وجه قوى غاشمة للاحتلال الإسرائيلي. أشوفكم بكرة إن شاء الله على خير الساعة 5 بتوقيت القاهرة، نفتح استديو صوت الناس لكل الناس. السلام عليكم.